مشاهدينا، نبدأ نهارنا ونهاركم بلقاء مميز مع صباح النور لليوم وفقرات عديدة ومتنوعة أيضا. صباح النور سار. صباح النور أمين، وصباح النور مشاهدينا في كل مكان. سنقوم اليوم بجولة سياحية في منطقة أسكودار في تركيا. جميل، وزميلنا محمد غملوش وأخبار رياضة كيما كل يوم اثنين. صباح النور. صباح النور أمين، صباح النور مشاهدينا. اليوم نشهد عودة الدوري اللبناني بعد غياب من انطلاقة الانتفاضة الشعبية. تفاصيل هذه العودة اليوم مع ضيفي في فقرة أخبار الرياضة أمين. جميل، إذن نتابع أخبار الرياضة اليوم بالإضافة إلى فقرات أخرى، وإليك يا سار. وفي اليوم العالمي للحساسية فقرة حساسة للغاية، ولكن لا ننسى أطباق نشهية لليوم مع الشيف. صباح النور شيف. صباح النور سارة، وصباح النور لكل المشاهدين. اليوم رح نعمل وصفة كتير طيبة، لحمة مطهية بالحليب وقشر البرتقان، ورح نعمل مع حمص بالأفوكا. أسباق يبدو من وصفها أنها شهية. صحيح. ولدينا بالتأكيد مشاهدين اليوم تقرير تشهاي علينا. تشهاي علينا هي مبادرة أطلقها الشيف سيمو للسيدات الحوامل في المغرب. ما هي هذه المبادرة؟ نتابع في هذا التقرير. اسم المبادرة هاشتاج شهاي علينا، بالدرجة يعني اشتهي علينا. وأنا بروح شخصيا عند النسوان الطاولة لما بيجيوا بقولها شهاي علينا. قالت لي الأم بتاعي، لأنه في نساء كتير حوامل كتجيهم لحظة الوحم وبيتوحموا في الخفاء لأنه ظروفهم المادية ما تسمحش لهم أنهم يأكلوا أي شيء نفسهم فيه. نيكست داي يعني اليوم اللي بعديه فقت الصبح وجتني الفكره انني نعزم جميع النساء الحوامل اللي ما عندهمش الامكانيات كل يوم وثلاثاء من الساعه 8 الليل الى الساعه 12 بالليل يجوا المطعم ديالي ياكلوا اي شيء نفسهم فيه ببلاش. قمت أنا ومجموعة بتاع الستاف بتاعي في الشركة بالتواصل مع نساء حوامل كتير باش نعرفوا الأغلبية شنو نفسهم فيه، وقررت أني كل أسبوع أسوي ما بين 6 و 8 أطباق مختلفة. كنصح النساء الحوامل اللي تشهد شي حاجة اللي تجي عند شيف سيمو تشهي عليه، تستغل هذه المبادره اللي داير، سي مزيانه ليها ومزيانه ليه هو حتى هو، سي اجر مع الله. وكنصح كاع النساء يجيو ويتشهاو عليه، اللي تشهاو غياكلوها. مبادره اولا وقبل كل شيء مبادره انسانيه، دونك اللي صراحه كتمكن جميع النساء الحوامل جميع الطبقات الاجتماعيه انهم يجيو ويذوقوا واحد الاطباق اللي كنظن كما كنعرفوا في هذه الفتره ديال الحمل. يعني كنحمق بزاف على الفكرة، ما بعرف إذا مزبوطة. كنحمق بزاف صحيح. الفكرة جميلة جدا ورائعة جدا وحلوة يعني ولذيذة. أنت عارف أنه أنا مشجعين الطعام الطيب. بالنسبة للسيدة الحامل أنها فعلا فجأة بيطلع على بالها شيء وبتكون عاوزاه يكون موجود، فأنه هو يلبي رغبات النساء الحوامل في هذه المبادرة اللي ممكن نقول إنها جدا لطيفة. شيء جدا حلو. هذاك عليه شيء تشهي علينا معني. تشهي علينا. بمناسبة الأكل، البارح تقريبا كل دول المغرب العربي الكبير وكل دول شمال أفريقيا كان طبق الكسكس حاضر بامتياز، لأنه البارح كانت السنة الأمازيغية. الاحتفال بالسنة الأمازيغية جديدة. كل عام وأنت صحيح. بخير. أخبرنا أكثر عنها. نحن نقول أسجيس مجاز هي أكثر حاجة تتقال طبعا، والسنة هي 1970، هذه السنة الأمازيغية الجديدة اللي يحتفلوا بها. أسجيس مجاز. أسجيس مجاز، ولكن تختلف يعني، فما البعض اللي يكون عندها اسم آخر ب أسجيز يا مكان مجاز حاجة كما هكا، أنه تتغير اللهجة لأنه مش نفس اللهجة اللي بتونس بالمغرب بالجزائر أو بليبيا والبعض اللي موجود بموريتانيا.
1970 طبعا البعض يلقب عليها سنة أمازيغية، يعرف عنها أيضا أنه هي التقويم الفلاحي للسنة الجديدة في بعض البلدان ومنها تونس خاصة. السنة الأمازيغية اللي مؤخرا عودنا رجعنا نشهد أكثر طبعا احتفالات بها، الناس تتحدث عليها تقريبا البارح كل وسائل الإعلام، تونس المغرب الجزائر كانت تتحدث على السنة الأمازيغية. وللسنة الثانية هو عطلة رسمية في الجزائر بعد ما أقررته السنة اللي فاتت، وطبعا احتفال كبير بكل الأمازيغ حلو. ومرة أخرى كل عام هم حيم بخير. جدا حلو أنه يرجع الاحتفال بالأيام الوطنية اللي بتخص الدول من جديد، لأنه شيء جدا مهم. ولكل مشاهدينا في المغرب العربي كامل اسقاز مقاز اسقاز مقاز. إذن فقراتنا اليوم صار حكينا وقلنا أنه متنوعة، في خاص جدا اليوم سنتناول موضوع الأصدقاء في حياة الأزواج، فهل برأيكم وجودهم لهم دور إيجابي أو سلبي؟ نحن طبعا في انتظار كل إجاباتكم وتجاربكم عبر رقم الواتساب الظاهر الآن أسفل الشاشة. بالإضافة لذلك طبعا مشاهدينا كل أراءكم وتعليقاتكم مهمة لنا عبر صفحاتنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بصباح النور. أما الآن فإلى آخر الأخبار والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية مع زميلة ليال بشارة مع الخبر. صباح النور سارة وأمين، مشاهدينا صباح النور، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري أنه من المنتظر وصول رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر الاثنين إلى موسكو لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن توقيع هذا الاتفاق سيمهد الطريق لإحياء العملية السياسية. من جهته دعا السراج الليبيين إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار. ودخل وقف هش لإطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ الأحد بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع. أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في طهران أن الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد. إيرانيا أيضا تواصلت المظاهرات الطلابية المطالبة برحيل المرشد الإيراني علي خامنئي وكف يد الحرس الثوري عن الحكم في البلاد، وذلك على خلفية إسقاط الأخيرة للطائرة الأوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن غضبه جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة بلد الجوية العراقية التي تتمركز فيها قوات أمريكية. وقال بومبيو في تغريدة إنه غاضب إزاء تقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية، مضيفا هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد. وحملت الولايات المتحدة سابقا مسؤولية هجمات مماثلة إلى جماعات مدعومة من إيران في العراق. أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده تناولت التوترات الأخيرة في المنطقة وسبل تأمين الملاحة وإمدادات النفط. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات رسمية مع آبي الذي يقوم بجولة تستمر 5 أيام في المنطقة تشمل الإمارات وسلطنة عمان. أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ. وتلتقي بيلوسي الثلاثاء نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.
ويتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا في مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. مشاهدينا إلى جولة الصحف، والبداية دائما مع القدس العربي. الصحيفة عنونت عن زيارة هي الأولى قام بها أمير قطر إلى طهران يوم أمس، أكد فيها على ضرورة إعلاء الحوار، في حين تواصلت في طهران احتجاجات منددة بالحرس الثوري الإيراني بعد إسقاطه عن طريق الخطأ البوينغ الأوكراني. نذهب إلى الكويت تحديدا. صحيفة الجريدة مشاهدين ذهبت أبعد من ذلك لتكتب أن أمير قطر زار إيران كوسيط لتفادي أي تدهور عسكري بين طهران وواشنطن، والإيرانيون يتظاهرون اليوم الثاني على التوالي ويهتفون الحرس قتل الشعب. خليجيا دائما إلى قطر، صحيفة العرب اهتمت بتوصل أمير قطر في زيارته طهران يوم أمس إلى اتفاق مع إيران على أن الحوار هو الحل لأزمات المنطقة. نعود إلى لبنان، صحيفة النهار كتبت أن التيار الوطني الحر وحركة أمل يدفعان رئيس الحكومة المكلف حسان الدياب للاعتذار لعدم تماشيه مع طلباتهم، ما استفز الشارع إذ أقفل يوم أمس طرقا ولاحق وزراء ونوابا قصدوا أماكن عامة في البلاد. إلى العراق، صحيفة الصباح الجديد نقلت وجهة نظر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من تطورات المنطقة، إذ اتهمت دولا بجعل العراق ساحة حرب غامزا من قناة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالقول إنه مشغول بما يضمن بقائه في منصبه. إلى دول المغرب العربي تحديدا إلى تونس، مشاهدين صحيفة الشروق تساءلت عن الشخصية الأقدر التي سيختارها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتشكيل الحكومة مع بدء استشارات نيابية اليوم عقب فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان. نختم الجولة مع صحيفة العربي الجديد، كتبت في عنوانها الرئيسي عن غضب داخلي في إيران ضد الحرس الثوري الذي أسقط طائرة البوينغ الأوكرانية عن طريق الخطأ، وأمير قطر أجرى يوم أمس محادثات في طهران للتهدئة. نتحول إلى صورة الغلاف، اليوم هي عن مفاوضات مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة التي فشلت آخر جولاتها بسبب ما اعتبرته الصحيفة أخطاء مصرية عززت الموقف الأثيوبي منها تأخر القاهرة في التحرك على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي. إلى زاوية الحدث، وكتبت الصحيفة عن بدء سريال هدنة في ليبيا، رئيس مجلس النواب الداعم لحفتر عقيل الصالح لوح يوم أمس باستدعاء التدخل المصري في ليبيا لمواجهة اتفاقيتي التعاون الموقعتين بين الوفاق وأنقرة. إلى كاريكاتير العربي الجديد، اليوم هو عن صواريخ إيران، وينطبق على الرسم الكاريكاتيري مقولة نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، إذ يستخدم الحرس الثوري صواريخ إيران كمكبر صوت للهتاف ضد أمريكا دون فعالية عسكرية والإمضاء للفنان عماد حجاج. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الجولة الأولى من الفقرة السياسية، اللقاء الثاني على رأس الساعة، كونوا على الموعد. تاكسي تقريبا في كل دول العالم، تختلف كتابتها فقط، كل واحدة كيفاش تكتبها. ماني صح، بتعرف كيف بتتكتب بالتركي؟ هي قديمة يمكن مكتوبة. هي التركية يعني تاكسي. إذن البروديوسر ساعدتك فيها. عاونتني ريتا، شكرا ريتا. طيب حنروح لتركيا، يلا نمشيو بالتاكسي ولا حاجة أخرى؟ حنمشي بالتقرير. يلا بالتقرير. مشاهدينا دعونا نستقل الطائرة في رحلة سياحية إلى مدينة إسكودار، أحد أبرز المناطق السياحية في تركيا. Thank you.
جالان جالان شمي جالان توريستر. يأتي إلينا كثير من السياح. أنا لا أتحدث لغة أجنبية، لكنني أحاول تقديم المساعدة قدر استطاعتي. أحاول أن أريهم الطريق، فحتى مع وجود علامات هم بحاجة للتوجيه. حتى إن لم نتحدث لغتهم، يجب علينا أن نظهر لهم الحب ونريهم كيف هو الشعب التركي. منطقة إسكودار من المناطق المحببة لي أنا شخصياً، وكما هو معروف عند الأتراك يعني هي أول تراب الكعبة. لما زمان كان الأتراك يعدوا البوسفور من الطرف الأوروبي للطرف الآسيوي، ومجرد ملامسة أقدامهم لهذه الأرض هي أول تراب الكعبة بيحرموا من هنا. أنا في الأصل من غازي عنتاب، لكننا جئنا إلى إسكودار وكان عمري 6 سنوات. لدي ذكريات كثيرة هنا، قضيت 77 عاما من حياتي هنا، وما زلت أعيش في نفس المنزل. إذا تقدمت بطلب لتسجيلي في موسوعة جينيس الأرقام القياسية، ربما يمكنهم تسجيلي كشخص عاش 77 عاما في نفس الشارع. بساطة الناس بخليك تبوع على عينك، وهذا ممكن يعني ما تلاقيه في كل المحلات اللي بزورها اليوم. أنا هاي مرة ثانية أزور تركيا، المرة الأولى كانت 2010 والمرة الحالية كبرج الفتاة أول مرة أزور. أهم مكان في إسكودار بالطبع هو مسجد السلطان، وهناك أيضا ينبوع أحمد الثالث. بالطبع تغيرت إسكودار خصوصا عام 2003 مع مشروع مرمرة، الذي يمكن اعتباره نقطة هامة بعد توصيل القارتين بنفق تحت البحر. هناك أيضا منطقة فتح باشا، وهو المكان الذي يريك إسطنبول بشكل واسع. هذه إسكودار، وهذه إسكودار. مشاهدينا حننتقل الآن أمين ومشاهدينا إلى موضوع بغاية الأهمية. في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلداننا العربية، سنضيء اليوم على مركز سرطان الأطفال في لبنان القائم بشكل أساسي على موضوع التبرعات والمساعدات. صحيح سارة، دعونا نستقبل معنا للحديث عن هذا الموضوع آية صوفيا خير الله، منسقة جمع التبرعات في مركز سرطان الأطفال في لبنان، في فقرة مع الناس. صباح نور آية. صباح الخير. أهلا وسهلا. شكرا. إذن في البداية، يمكن فما ناس لا تعرف الكمية ونوعية المساعدات اللي يقدمها المركز للأطفال المصابين بمرض السرطان، أخبرنا أكثر. مركز سرطان الأطفال هو مركز إقليمي رائد لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان من دون أي تكلفة على أهلهم. المركز تأسس بال 2002 ببيروت، ومن وقتها عم بيستقبل الأطفال من لبنان والمناطق المجاورة، ومثل ما ذكرت من دون أي تكلفة. المركز بيقدم للأطفال العلاج طبعا أولا الطبي والنفسي وحتى المعنوي من خلال النشاطات اللي بنعمل خلال علاجهم، كرمال هن يكونوا مرتاحين وقادرين أنه يكفوا بعيد علاجون وقادرين أن يكونوا قوية خلال هالمرحلة الصعبة. أي صوفيا، أعطينا فكرة عن عدد الأطفال الموجودين لديكم أو اللي بتقدموا لهم هذه الخدمات. المركز سنويا بيستقبل 300 طفل، من خلالهم في حوالي 150 حالة جديدة، لأنه الطفل كمعدل نسبة العلاج تبعه مدتها حوالي 3 سنين. هذا العدد هو تقريبا 40% من الأطفال المصابين بالسرطان بلبنان. من خلال 2002 لليوم صار معالج المركز أكثر من 1740 طفل، ومقدم أكثر من حوالي 5000 استشارة طبية. نعم. حلو، رقم جميل. به الآن نعيش في أزمة اقتصادية كبيرة في كل دول العالم، مش ما نحددوش، ولكن في لبنان تحديدا الأزمة كبيرة، أزمة مالية، أزمة اقتصادية، أزمة دولار. ثم أيضا أعتقد أنه تعيشوا بالمساعدات، كيف تقدموا المساعدات في خضم هذه الأزمة؟ كيف يتصرف المركز؟ كيف يعيش؟ صحيح. لنذكر للعالم أنه المركز بيتكل فقط على التبرعات من المتبرعين. عندنا بجت سنوي هو 15 مليون دولار. الأزمة صحيح ما بلشت من اليوم، صار لحوالي 2 سنين الأزمة. صحيح. وهذا الشيء أثر على المركز طبعا سلبا. نحن هالسنة عام 2019 كان في عجز 2.5 مليون دولار بميزانية المركز. طبعا متوقعين لل 2020 أن يكون العجز أعلى. لهالسبب المركز عم بيجرب قد ما في
فيه أنه يخفف النفقات طبعاً بعيد عن علاج الأطفال لنقدر نستقبل هالعدد ونضلنا عن نستقبل الأطفال الجدد ونقدم لهم العلاج، لأنه طبعا غير أنه المركز مجاني عنا نسبة النجاة 80%، فما منقدر نقول لولا طفل لا أنه نقدم له هالخدمة ونكون واقفين حده ليرجع للحياة ويكون قوي. أي صوفيا، توقف هذه المساعدات ولا تمويل بنعرف أنه حيؤدي لشيء غير جيد، ولكن أخبرينا عنه، ما هو هذا الشيء الغير جيد الذي ممكن أن يحدث في حالة عدم توفر تمويل للمركز؟ للأسف طبعا أول شيء حيصير أنه ما نقدر بقى نستقبل الأطفال جدد، وهذا الشيء رح يأثر سلبا، لأن المركز ما بس عم بيستقبل الأطفال من لبنان بس من المناطق المجاورة طبعا كمان، وهذا الشيء كمان بما أنه المركز عم بيقدم أفضل علاج رح يأثر سبا على الأطفال المصابين بالسرطان، وعندنا المخاوف أنه ما نستقبلهم يلي يعني للأسف يعني الواحد بيعرف نتيجة هذا الموضوع إذا ما أخذوا أفضل علاج، فهذا أهم سبب معقول نتأثر فيه بالمركز. ذكرنا يا صوفيا بسرعة كيفية التواصل معكم في المركز لتقديم التبرعات، بريد إلكتروني، ويب سايت، رقم هاتف؟ طبعا ممكن يتصلوا فينا على 00961705515 أو عبر ويب سايت المركز اللي هو www.cccl.org.lb، وطبعا نحن متوجين هلأ عصر مواقع التواصل الاجتماعي نحن متوجين على هالمواقع، ممكن كمان يتواصلوا من خلالها مع المركز. أنا بناشد كل الأشخاص خاصة كمان اللي عايشين برات لبنان هو اللي عايشين بلبنان، أن حين لشخص عنده أي طريقة أي فكرة لجمع التبرعات للمركز أنه يكون عم يتصل فينا، ونحن طبعا نكون عندنا تجاوب كتير كبير معهم وعم نجرب قد ما فينا أنه نستفيد من خبراتهم ومن الكونكشنز اللي عندهم ياهم لنقدر نوصل للمبلغ اللي هو عم نجرب 10 مليون دولار من خلال الفند اللي نحن رح نطلقه لنقدر نعوض الخسارة اللي نحن معقول نخسرها السنة من خلال برامجنا. يعني لما يكون الموضوع متعلق بالأطفال المفروض أنه فعل كل المجهودات تكون تتضافر لإنجاح هذا الرقم. الرقم قد يبدو كبير ولكن هو غير كبير إذا توفرت هذه الرغبة مشاهدين هذا التلوث وهذا كل الأشياء التي أدت إلى هذه السرطانات، وهؤلاء الأطفال هم الآن بحاجة إلى هذه التبرعات. الأرقام المخصصة تظهر الآن وطريقة التواصل مع المركز. آية صوفيا، وضع الأطفال الآن في المركز كيف هو؟ يعني هل الأدوية هل هي في تناقص؟ الاستشارات هل هي في ما الذي يحدث بالضبط؟ الحمد لله المركز قدر أنه يأمن كل شيء للأطفال، حتى بخضم المعركة اللي صارت الفترة الصعبة اللي صارت بلبنان المركز قدم أنه يجيب الأطفال من بيوتهم من خلال الصليب الأحمر اللبناني على المركز ولا ياخدوا علاجهم. الحمد لله لليوم ما توقف العلاج، ما توقف أي نوع من الأدوية، عم نقدر أنه نتمكن أنه نعطيهم كل العلاج اللازم. بس طبعا يعني المركز إذا بدون دعم الأشخاص ما رح يقدر يكفي بهذا الموضوع بطبيعة الحال. هناك بعض الخطط البديلة اللي فكرتوا فيها لأنه متوقعين قتل عجز أكبر في سنة 2020، هل هناك من خطط بديلة خاصة أنه حاليا تطورت فكرة التبرعات من وخلال وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت حتى على مواقع فيسبوك انستغرام ممكن الإنسان يتبرع؟ صحيح. هل فكرتوا فيها الحاجة هذه تحديدا؟ طبعا بهذا الموضوع للأسف بالعالم العربي بعد ما مشي التبرع عبر فيسبوك، فالمركز أطلق ويب سايت هو crowdfunding.ccl.org.lb، من خلال الشخص بيفوت بيعبي المعلومات تبعه وبيقدر ينشر هالويب سايت اللي هو بيكون خاص به على صفحاته بالمواقع التواصل الاجتماعي، ممكن يكون عيد ميلاده أو أي مناسبة حابب هو من خلاله أنه يجمع تبرعات للمركز، بيحط هيدا اللينك وبيقدر من خلاله أنه يجمع تبرعات، وهذا من أبسط القصص يعني اللي ممكن يعملها. ذكرنا في مرة أخرى عفوا يا صوفيا، crowdfunding.ccl.org.lb، طبعا في قبل www. أكيد بطبيعة الحال. أنا وأمين أكيد بعد الفقرة مباشرة حنقوم بالخطوة الأولى بالتأكيد معكم، ومتأكدة من أنه كل الفريق العامل بالتلفزيون العربي نحن دائما ندعم هذا النوع من القضايا، وقضيتك مهمة. اللمعة اللي في عيونك بتحكي أشياء كثيرة جدا جدا، أنا بتمنى أنه هؤلاء الأطفال يلاقوا كل العلاج اللي مفروض أنهم يحصلوا عليه.
تشرفنا باستقبالك آية صوفيا خير الله، منسقة تجمع جمع التبرعات في مركز السرطان للأطفال في لبنان. شكرا لك آية، وكل توفيق لكم وإلى كل الفريق اللي معكم. شكرا لك. هل أين لفاصل؟ هل أين لفاصل؟ ونتابع بعده مشاهدينا تضخم اللحمية عند الأطفال بعد الفاصل. صباح النور مشاهدينا، وعدنا من جديد. يتعرض الكثير من الأطفال في سن مبكرة من أعمارهم للإصابة بتضخم اللحمية، ما يؤدي إلى ضيق في التنفس وتغير في نبرة الصوت وغيرها من الأعراض المزعجة. للإضاءة على تضخم اللحمية عند الأطفال نستضيف معنا أخصائية الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة سمية طوالبة مباشرة من الأردن. وصباح النور دكتور. صباح الخير سادة المشاهدين. يسعد صباحك. أتمنى لكم يوم سعيد. يسعد صباحك يا رب. دائما ما نسمع عن كلمة اللحمية، يعني عرفينا أكثر عليها، ما هي اللحمية وكيف تتكون؟ هلا عشان نكون دقيقين أكثر، هي تسمى نامية خلف أنفية عند الأطفال، لأنه اللحمية إشي مختلف تماما تظهر عند الكبار. طبعا النامية الخلف أنفية هي عبارة عن نسيج لمفاوي بيظهر في مؤخرة الأنف في المنطقة الخلف أنفية. هي تقريبا إحنا يعني بنسميها زي نسيج اللوز عند الأطفال والكبار. طبعا تتكون تتضخم، بتبلش التضخم عادة عند الأطفال من عمر 3 سنين، وبيزيد ممكن حجمها حسب المسببات. طبعا الأطفال اللي بيكون عندهم تحسس شديد أو حساسية من العوامل الجوية المحيطة أو من نتيجة وراثة أو أسباب وراثية، ممكن يزداد حجمها بشكل كبير ومتسارع، بحيث أنها تعمل انسداد في مجرى النفس عند الأطفال، بالتالي بتؤدي إلى صعوبة في النفس، ممكن شخير عند الأطفال، ممكن حتى حسب الحجم ممكن تؤدي إلى انقطاع في التنفس أثناء الليل ونقص كمية الأكسجين اللي بتدخل على جسم الطفل أثناء النوم. طبعا من المشاكل اللي بتعملها، احنا حكينا هي عبارة عن نسيج لمفاوي ومغطى بغشاء مخاطي، هي بتفرز مخاط بكميات كبيرة، هذا المخاط بيتم نزوله إلى أنف الطفل وتجميعه داخل أنف الطفل، لأن الأطفال بهذا العمر غير قادرين على أنهم ينطفوا أنفهم زي الكبار مثل الكبار. برضو كمان ممكن المخاط ينزل على شكل بلغم أو بنسميه إحنا بوست نيزل دريب. هلأ هذا البلغم بينزل لمنطقة الحلق ومنطقة القصبات الهوائية والحنجرة، وممكن يعمل عنا سعال مستمر عند الطفل مع ظهور بلغم باستمرار، عدم قدرة الطفل على تنظيف هذا البلغم من القصبات الهوائية أثناء السعال برضو ممكن يؤدي أنه يصير في عنا التهاب في الرئتين. نعم يعني دكتور، المشاكل الأخرى اللي ممكن تفضلي. طيب ذكرت ان هي تخص هذه الحاله، نتحدث اليوم التي تصيب الاطفال، في اي عمر تصيب الاطفال؟ يعني ما هو العمر الذي نتحدث عنه هنا؟ عاده بتبدا بعمر 3 سنين وبتستمر لعمر 7 سنين، بعد 7 سنين لعشر سنين بتبلش انها تضمر، ولكن يعني الماكسيمم تظهر عادة من 3 إلى 7 سنين. وممكن عند بعض الأطفال حسب السبب، طبعا ذكرنا الأطفال اللي بيكون عندهم حساسية شديدة ممكن تظهر قبل 3 سنين، بس غالبا الأطفال بتبلش عندهم من عمر 3 سنين وبتمتد لسبع سنين أو 10. نعم أخبرينا عن المخاطر التي تصيب، يعني تحدثت عن شخير، تحدثت عن ضيق في التنفس، صعوبات في التنفس، نعلم أنه أحيانا تشكل صعوبة عند الطفل في لفظ بعض مخارج الحروف الأنفية التي تعتمد على الأنف، ما هي المخاطر الحقيقية التي يمكن أن تؤدي في حالة إهمال هذه الحالة؟ نعم هلأ المخاطر أنا ذكرت يعني نبدأ بسيطة عن المشاكل اللي ممكن أنه تعملها النامي الخلف أنفية. المشاكل الأخرى أنه موقع النامي الخلف أنفية هي في مؤخرة الأنف، مكان وجود
الفتحة للقناة ستاكيوس. في عنا قناة ستاكيوس متصلة ما بين مؤخرة الأنف وما بين الأذن الوسطى. طبعا وجود قناة ستاكيوس هي طبيعي، وظيفتها أنها تعمل تهوية ومعادلة الضغط الناتج على الطبلة نتيجة نتيجة تعرضنا للأصوات العالية أو نتيجة تعرضنا للضغط الجوي. هاي القناة بتعمل على تهوية الأذن الوسطى وتخفيف الضغط داخل الأذن الوسطى. بالإضافة وجود النامي الأنفي في هاي المنطقة بيؤدي إلى انسداد هاي القناة وتجميع المخاط داخل الأذن الوسطى نفسها، وهذا في العامية احنا بنسميه سوائل خلف الطبلة. طبعا وجود السوائل خلف الطبلة تعتبر حاجز لوصول الصوت من خلال القناة عبر الاهتزاز اللي بتسببه على طبلة الأذن ووصوله إلى الأذن الداخلية. فهذا الحاجز طبعا بيسبب ضعف بسيط في السمع عند الأطفال بنسبة 20-30%، فبالتالي الطفل ما عم يسمع كامل مخارج الحروف بشكل واضح. ممكن يصير في عنا صعوبات في التعلم، فبالتالي بيصير في عند الطفل بيعاني من صعوبات في النطق، صعوبات في إخراج الحروف بشكل واضح وسليم مثل الأطفال الطبيعيين. طبعا من المشاكل الأخرى اللي ممكن تعملها الناميات الأنفية ذكرناها نتيجة تكون الإفرازات المخاطية ووجودها داخل الأنف، ممكن يؤدي عند الأطفال إلى التهاب في الجيوب الأنفية نتيجة انسداد وتجمع المخاط بشكل كبير. فبالتالي الطفل ممكن أو يعني ممكن يعاني من صعوبة في عدم أخذ الكمية الكافية من الهواء حتى وهو يعني مش إنه أثناء النوم. ممكن الطفل يعني صاحي وجالس، بعض الأطفال بيكون ما عم يقدر ياخذ النفس بشكل كامل نتيجة تجمع الإفرازات بشكل كبير نتيجة وجود النامية الخلف أنفية وتسكيرها لمنطقة خلف الأنف. طبعا التهاب الجيوب الأنفية ممكن يشكي الطفل من صداع، ممكن مرات من عدم قدرة على أو خمول بشكل عام. فهاي الأكثر المشاكل ممكن تسببها النامية الخلف أنفية. طيب دكتور، تحدثت عن عديد من الأعراض التي تتشابه لحد ما مع حالات أخرى تصيب الأطفال بكثرة بالذات في هذا العمر الصغير. كيف يتم التفريق ما بين، يعني هل يستطيع الأهل معرفة أن هناك نامية خلف أنفية لدى هذا الطفل أو يجب التوجه إلى الأخصائي وهو سيقوم باكتشافها؟ نعم، في هاي الحالة بتوجب على كل الأهل اللي بيكون عندهم أطفال عندهم مشاكل في التنفس إفرازات مخاطية التوجه إلى الطبيب الاختصاص الأنف والأذن والحنجرة. طبعا من خلال أخذ السيرة المرضية للمريض، وممكن إحنا نسأل المريض أنه عن الأعراض المختلفة اللي ممكن تصيب الطفل، نسأل عن سمع الطفل، عن طريقة أو كيفية نطقه للأحرف، برضو كمان نسأل إذا كان في عنا حالات بالعائلة مشابهة، الأخ أو الأخت أو الأهل ممكن هم أطفال كان عندهم نفس المشكلة، لأنه في عنا أسباب وراثية لهذا الموضوع. نسأل عن وجود أعراض للحساسية مثل العطاس المستمر مثل الحكة، الأعراض أو العوامل الجوية اللي بتعرض لها الطفل. طبعا من خلال أخذ السيرة المرضية وعمل الفحص السريري خلال تواجد الطفل في العيادة وللتأكد من وجود النامي الخلف أنفية يتم في عنا طريق سير للتشخيص الدقيق والفعال في هاي الحالة. طيب، هو عن طريق عمل تنظير للطفل، ولكن بعض الأطفال في هاي الحالة بيكونوا غير متعاونين. دكتور، اكتشف الطبيب لعمل اكتشف الطبيب فقط لضيق الوقت أريد أن أخذ المعلومة الأهم لكل الأهل الذين يشاهدون، اكتشفنا المرض وأتينا لمرحلة العلاج، كيف يتم علاج اللحمية وعند التخلص منها هل هناك احتمال لعودتها مرة أخرى بسرعة إذا سمحتي؟ طبعا العلاج بيعتمد على حجم اللحمية بعد التشخيص، لأنه من خلال عمل التنظير والصورة الشعاعية بيبين معانا حجم اللحمية. طبعا إذا كان الطفل بيعاني من مشاكل أو مضاعفات نتيجة وخصوصا انقطاع التنفس أثناء الليل، فالحل الجذري في هاي الحالة والعلاج الوحيد الموجود هو إزالة النامية الخلف أنفية من خلال إجراء عملية للطفل، عملية جراحية
تحت التخدير الكامل، هي عملية بسيطة من تعتبر من العمليات اليومية، بتم إزالة النامي الخلف أنفية من خلال تجويف الفم بعدم وجود أي تداخل أو يعني جرح خارجي للطفل، لأنه كثير الأهل بيسألوا بهذا الموضوع. فبيتم إزالة النامي الخلف أنفية بكل سهولة وبيتعافى المريض خلال نفس اليوم. هل تعود مرة أخرى دكتور؟ في نسبة من الأطفال اللي بتعود عندهم النامي الخلف أنفية هم اللي بيكون بيتم تشخيصهم المصابين بحساسية شديدة. هدول الأطفال بيكونوا عرضة إنه أكثر لإنه يتكرر عندهم أو تنمو النامي الأنفية مرة أخرى. نعم. أو من خلال العملية ما تم إزالة كامل النامي الخلف أنفية وبقي منها أجزاء ممكن أنها ترجع تنمو مرة أخرى. نعم. أخصائية الأنف والأذن والحنجة الدكتورة سمية طوالبة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من عمان. شكرا للجميع وألف سلامة. الآن مشاهدينا ننتقل إلى أمين ورشة صحة. شكرا لك يا سارة. مشاهدينا إذن الآن في فقرتنا، نحن في انتظار سارة أنه تنضم لنا بعد شوية، لأنه عنا عدة أنواع حليب لازم تتجرب. شايف صباح النور. صباح النور. صباح النور أيضا الفرح. صباح النور. أهلا وسهلا فرح. إذن اختصاصية التغذية اليوم مش نتحدث على أنواع الحليب النباتي، مختلف عدة أنواع فما موجودة، أحكي لنا عليهم. خلنا بدأوا بالواحد بالواحد كنت حب. في كتير أسباب تعرف في كتير أشخاص عندهم بيكون تحسس من حليب البقر، أو في بيعمل لهم مشاكل مثل حساسية اللاكتوز أو غيره، فمنلجأ للمصدر النباتي. وهلأ مثل ترند إنه الواحد يكون عم يشرب حليب نباتي، فلازم الواحد يعرف شو الفرق بيناتهم، لأنه كل شخص يمكن حيناسبه نوع حليب مختلف. شو حبيبنا نبلش؟ لا بلي تحب أنت يعني. أنا ما عنديش مشكلة يعني. كوكونات يمكن نحسه أبن حاجة يعني. أطيب واحد فيه والله. يمكن بالنسبة إلي أنت كيف تحب الكوكونات؟ أنا بالنسبة لي نحسه أطيب حاجة لأنه نحب الكوكونات. اللي بيحب جوز الهند كتير رح يحب حليب جوز الهند. حليب جوز الهند أو الكوكونات ميلك موجود بكتير أنواع بالسوق. أهم شيء ننتبه إن كان أي نوع حليب نباتي إنه ما يكون معه سكر مضاف. لأنه بتعرف في ماركات كتير وفي ستاندات كتير بالسوبر ماركت، فبدنا نطلع نحن إنه كنا إحنا عم ناخد اللي بدون سكر مضاف. بدون سكر مضاف. وإلا السعرات الحرارية ممكن تدوبل. لأنه بشكل عام كل الحليب النباتي هو أقل عادة سعرات حرارية من حليب البقر الكامل الدسم الا لما ينزل له سكر. خلينا نجربوا الكوكونات. ايوه هذا يا هات خلينا نجربوا ان شاء الله يطلع حلو. شوف قال يطلع زيت له سكر. ايه هذا ابن حاجه اكيد طعمه كوكونات بنين ماني. خلينا عليهم بعض. فهذا اللي طعمه على كوكونات. شنو هي الحاجه اللي تفيد بالنسبه للكوكونات؟ اكثر حاجه فيه يمكن نعتبرها مفيده مقارنه بانواع الحليب الاخرى. الحليب الكوكونات اللي بيتميز فيه انه هو قليل بالنشويات، خاصه اللي عم يتبعوا نظام غذائي ما بدهم يكون فيه نشويات. بنفس الوقت هو فيه نوع من الدهون بنسميها الام سي تيز، اللي هي الدراسات الحديثه كثير عم بتشجع انها ممتازه للدماغ والذاكره وتنشيط الذاكره. حتى في دراسات عم تقول انه ممكن يكون لها علاقه بخساره الوزن، انه بتنشط نسبه الحرق بالجسم. هذا نوع الدهن اللي خاص بيتميز فيه الكوكونات عن غير انواع من الاكل. كم مره ينصح بشربه مثلا ماني يوميا؟ هو إذا عم يستعمل كبديل للحليب، يعني هذا الشخص ما عم يشرب الحليب البقر، بده الواحد شيء مرتين بالنهار بتكفي. مرتين بالنهار بتكفي. بس المشكلة الوحيدة بحليب الكوكونات اللي بدنا ننبه لها هي الأشخاص اللي عندهم كوليسترول، بعده لهلا يعد نوع الدهون اللي فيه تعد دهون مشبعة وممكن تعلي نسبة الكوليسترول. بس إذا أشخاص ما عندهم كوليسترول وما عم يتناولوا أكثر من كباية لكبايتين بالنهار ما المفروض يعني مشكل. وسعراته الحرارية بحدود تقريبا شي 50 كالوري بالكوب إذا ما نزاد له سكر. وجرول ممكن يعني كثير أكثر. بعد عنا 5 دقائق ومازال عنا 4 أنواع. خلينا نعرفوا الأربع أنواع الأخرين. حليب الصويا. حليب الصويا بي. أقرب شيء لحليب البقر. أقرب شيء، خاصة لما اللي عنده مشكلة صحية وبيضل لازم يحصل على الغذاء
أو الرياضيين اللي بدهم نسبة بروتين عالية هي ما أنا موجودة بحليب الكوكونات. أقدم حليب نباتي. أول تقريبا من صحيح. أول حليب نباتي اللي استعملناه. فعنا الصويا في نفس كمية البروتين مثل الحليب العادي بس نباتي أكيد نسبة الامتصاص شوي بتختلف. اللي بيتميز فيه أنه كمان أقل نشويات أقل دهون من الحليب العادي. سعراته الحرارية تقريبا بين 80 ل 100 كالوري سنة وبعده فيه الفيتامينات وعطول بينزل لهم كالسيوم بشكل عام بس كمان نضعنا نبيح على السكر. اللوز اللوز هو اللي عامل دايت مش لي نحن مش تبعنا شيف بس يستخدم كتير بطبخ الحلويات يعني يستخدموا روح اللوز وحاجات كما هكا الغاز النكهة يعني أقل شيء في سعرات حرارية بكل اللي شايفينه على الطاولة بين 30 ل 35 كالوري بالكوب يعني في الواحد يشرب كبيتين ثلاثة بالنهار وبعده أوصل لكباية حليب خالي من الدسم هدول طيب الحليب النباتي في نسبة أكسدة مثل الحليب البقر ولا لا؟ بالعكس النباتي عادة بيكون في مضاد أكسدة مضاد أكسدة صح ضد الفكرة بس الشيء الوحيد اللي بدنا ننبه فيه بحليب اللوز إنه أكيد نتأكد على طول إنه كلهم مدعومين بالكالسيوم وإذا بدنا نختار بين ماركة والتانية نختار اللي فيها نسبة كالسيوم أعلى كمان حليب اللوز ما فيه بروتين مقارنة بحليب الصويا أو الحليب البقر للرياضيين وممكن اللي بياخد حبوب حديد او عنده فقر دم يخفف شوي من الامتصاص جميل هلا الشوفان والرز هن هلا جداد يمكن عنا بالسوق اللبناني بس كمان هن موجودين وقت طويل الشوفان كيف يستخرجوا منه حليب فرع هلا بشكل عام كل هدول الحليب النباتي هن بينتقعوا بمي وبينضربوا على الميكسر او البلندر لمده صحيح. طويله وبيرجعوا بيتصفوا لا يحصلوا فهو يعني اسمه حليب بس هو أكثر مثل مزيج هو شراب المستخلص من الحبوب الموجودة بس إيه يعني هي فكرة شوي غريبة جميل هلأ الشوفان ما في بروتين أبداً مقارنة فيهم كلهم حتى ما في دهون هو أكثر نشويات يعني هو والرز يعدوا من جروب النشويات عنا بس الفرق أنه الشوفان والرز فيهم سعرات حرارية عالية لأنهم نشويات بطلوا من العالم يعني تقريبا هون نحن عم نحكي بتراوحوا بين 120 ل 150 كالوري مثل كباية حليب كامل الدسم بس الشوفان فيه فايبر في الالياف اللي بتوطي الكوليسترول سألنا نحن هيدا ما بيناسب للاشخاص اللي عندهم كوليسترول بينما الحليب الشوفان جدا مناسب للاشخاص اللي عندهم كوليسترول بس منه مصدر بروتين وبيضل الشخص لازم يعود البروتين فرح انا خلي لي كيسي متاع الكوكونات هذاك لازم لي نكمل اليوم وخلي سارة جي تجرب اي نوع حليب 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 ايجا جرب يتحب عليهم ايش تحب صباح النور انا كل انواع الحليب الا الجداد اللي هم حليب الرز وحليب الشوفان هم اللي ما جربتهم قبل كده طب جرب لازم نجرب شيء جديد فرح نجرب شيء جديد انا ما عندي مشكله جرب حليب الرز مع السكر مع شويه نشا عندك اي واحد الشوفان شكرا الحلو كمان أمين أنه حتى بدائل الحليب الطبيعي أو حليب اللوز حليب الجوز جوز الهند بيدخل في الحلويات يمكن أكثر بس حليب اللوز وحليب الصويا صاروا بيدخلوا حتى في تحضير المشروبات الساخنة زي القهوة الشاي فأصبحت هي بدائل جدا ممتازة وما بتفرق في الطعم وموجودة وين ما كان يعني صرنا هلا نحن فينا نروح بحيلا محل ونطلب مثلا مثل ما قلت تطلب القهوة مع حليب بديل حليب جوز الهند أو أي حليب شو رأيك رائع جميلة جميلة جدا أوكي شكلك كان لازم تنقل الشوفان شاف شو تحب تجرب معنا الشيف أنا جربه كلهم أنت عارف أما الشيف مش يختار حاجة منهم أنا قلت له لأمين أنه حليب الرز فينك تضفله معلقة سكر مع شوية ما زهر ونص معلقة نشا بيصير عندك رز بحليب بدون رز طعمي نفسه ذاته عندنا طبق شيف اليوم فرد مارك بندي لك فكرة تانية كمان حليب جوز الهند لما بتحضر فيه الرز باللبن بدل الحليب العادي أو الرز بالحليب بينقال عليه بيعطيه نكهة رائعة جدا لأنه بيعزز نكهة جوز الهند الحلقة الجاي بدي أشوفك شيف معي بالمطبخ موافقة ما عندي مشكلة حليب الرز هو يمكن آخر حليب حنحكي عنه مثل ما قلنا هو أعلى شيء تقريبا بالسعرات الحرارية بس ما في غذاء أقل شيء بالغذاء ولكن جدا مناسب للأشخاص اللي عندهم نوع التحسس العالي جدا يعني حتى هول أنواع الحليب عم تزعجهم حليب الرز معروف إنه ما حيزعجهم وما يناسب الأطفال لأنه بضل كل الأرز بشكل عام في مادة الأرسنك
اللي هي بكميات عالية ممكن تكون مزعجة عند الأطفال وتعمل مشاكل. فهذا أكتر إذا بدنا للأشخاص الكبار واللي ما بيتناولوا أصلاً كتير رز بأكلهم ما حيأثر. يعني الناس الفيجن عندهم تنوع بالحليب. يعني ما حدا يقول أنه الفيجن محرومين. محرومين. مش محرومين أبداً. فرح يونس إذن عطيتنا المعلومات الكل على أنواع الحليب اليوم، نشكروه. وأكيد قاعدة معنا أنت لأنه الشيف شينطلق في هلأ بغض النظر عن الحليب النباتي بس لا يعلى عن الحليب الحيواني المغذي الكامل الدسم. ما أنا عارف ما أنا عارف مكشف. خلينا نبلش. يلا تفضل. أول شيء بدي أعمل لحمة بالحليب. اللحمة فينا ننطيها بالمي وفينا ننطيها بالحليب وفينا ننطيها باللبن اللي اسمه لبن جميد، اللي نحن هم نعمله بضل مدة 7 أيام منقوع بالملح. وكل يوم كانت بالأول كان نحطه بفخارة بجرة ونخضه لمدة 7 أيام لحتى تنشال كل مواد الدسمة منه، وبعدين نجففه بالشمس لمدة 15 يوم بضاين سنة أو سنتين على الرف بدون براد. تفاجعت فرح كي سمعت أنه 7 أيام. هيدا اللبن، هيدا اللبن الجميد اللي بيستخدموه أكتر شيء بالأردن للمنسف. من أطيب المناسف هو المنسف اللي بيعمل باللبن الجميد. الحليب قريب عليه. هلأ أنا شو رح ساوي؟ عندي طنجرة هون على النار، رح ضيف شوية زيت نباتي عليهم، وعندي هون أنا عم بستخدم موزات البقر. ناخد شوية زيت وبدي ضيف موزات البقر. هلأ الفكرة هيدي اللحمة أنا عامل هون قبلها بشوي لحمة ورح تستوي معي، طلعت معي بهالشكل هيدا. الفكرة بالحليب بيعطينا تراوي أكتر للحم وبيستوي قبل بوقت من لما بنطبخه نحن بالمي، لأنه في مواد أكسدة فبتهري اللحمة بسرعة. مثل اللبن إذا بدنا ننقع شيء بنحط له اللبن لحتى يطرى اللحم معنا، فالحليب كمان كتير مفيد. عندي هون اللحم راح ضيفه على الزيت، راح ضيف معه ورقتين من الغار، بصل صغيرة، رشة ملح، وعندي هون فلفل أسود. في المقابل أنا عندي هون حليب ساخن. هلا بس تسخن معي أو يتنشف معي اللحم راح ضيف عليه الحليب وتركه لمدة 2 ساعة على نار هادية، لأن الحليب غير المي فبتلدع معنا اذا كانت عندنا النار عاليه. يعني يمكن في اطباق كثير عربيه شاذ بتخلط فيها اللحم بالحليب او منتجات الالبان، الزبادي، اللبن، الجميد كذا. صحيح. غذائيا فرح، هل كل انواع، يعني احنا اليوم تكلمنا عن انواع مختلفه من الحليب، هل يمكن استخدامها ساخنه او غليها بس يعني لوقت طويل مثل ما ذكر الشيف او لا؟ هلا في انواع بتتحمل اكثر بالطبخ بس بشكل عام كلهم، بس الفرق السماكه بعتقد ما حنوصل لنفس السماكه خاصه اذا استعمل الحليب الكامل الدسم. صحيح. اللي هو بيحفظ على سماكته، بس يمكن الصويا حيكون اقرب شيء لحليب البقر. هلا هذا اللحم اللي راح اسلقه اللي هو شو سؤال؟ جربش الصويا معاهم؟ صويا هسه ما جربته معهم، جربت حليب البقر. بس الفكره بالموضوع انه هيدي اللحمه بس تستوي فينا نحن نقدمها على منسف برغل، فينا نقدمها على منسف رز، على منسف برياني، على منسف. انا اليوم بدي اعملها ساندويش. هاي اللحمه راح اعملها ساندويش. شو راح اقدم مع الساندويش؟ راح اقدم مع البيواز والافوكا والحمص بالافوكا. راح نعمل حمص بالافوكا. عندي هون بالمقنه، خليني اخذ حمص مسلوق تقريبا 2 كوب. شيف قلت كلمه ما فهمناهاش، شو هي؟ بيواز. بيواز، البيواز هو عبارة عن بقدونس وبصل وسماء وبندورة. تتسمى بيواز. بيواز. هذا البيواز بيتقدم مع المشاوي. تمام. عندي هون رح آخذ شوية ملح. من إفريقيا، من جميل البيواز منين جاي؟ أنا مشيت على رأسي. البيواز. يلا. الشرق الأوسط بيسمى بيواز. نحن هذا بتاعنا الحرق. صح. أو إذا بنحطه بالخبز بيسمى الخبز المتكلي. أو البيواز بيتقدم دائما مع المشاوي والكباب. حطيت أنا حمص أفوكا. حمص أفوكا راح أضيف عليهم معلقة لبنة لتعطيني طعم كثير طيبة وحموضة. بهي الطريقة. خلينا نشوفوا أنواع عديدة من الحمص. راح أضيف ملح وحمص سمندر. أي حمص سمندر. وراح أخلطهم كلهم مع بعض. حمص سمندر تلقاه أحمر شكله هكا.
هلا هيدا رح يسمك معنا شوي، رح نضيف عليه شوية مي حتى يرتفع شوي، لأنه لسه بدي يضيف عليهم الطحينة، فالطحينة بتمسك مع محمض الليمون بتمسك معي. إذا بنلاحظ تغير اللون وصار لون أخضر. هلا رح ضيف عليهم سنة ثوم صغيرة تعطيني نكهة كثير طيبة. هلا هون اللحمة صارت عندي تقريبا جاهزة، رح ضيف عليها الحليب واتركها مثل ما قلت لمدة ساعتين لحتى تستوي. طبعا الحليب رح ينشف معنا ويضل معنا صوص كثير ضئيل فيه، هيدا الصوص كمان رح ضيفه على الساندويش بيعطينا نكهة كثير طيبة. السؤال شيف فرح هندسه، انا عاده بعرف انه نقع اللحوم بالحليب مثل ما قلت انه بيطر اللحمه تماما، ويعني كثير مناسب للحوم يمكن قليله أكيد. الدسم لانه أكيد. هي اصلا بتجي رح تضيف معنا قشر برتقان، لانه قشر البرتقان مع الحليب مع هيدي الوصفه كثير رح يطلع طعمه ويعطينا يعني هي رح تقلب الطعم كلياته. وين كان السؤال؟ أي فالسؤال هو هل ضروري مثلا بهالحالة إنه يتم طبخها بالحليب كمان؟ يعني فينا نحن نستفيد إذا بس نقعناه وبعدين طبخناها بالماء عادي؟ نحن اليوم عم نسلق سلق بالحليب. أي. إذا بدنا نقع بدنا نقع للشوي. نعمل تبلة للشوي. الشوي. أما هذا إذا بدي أسلق ما في داعي نقع. بشي. دغري. دغري على السلق. ودائما أنا بقول إذا كانت اللحمة يعني عم ننسف اللحمة وصارت اللحمة من برا الغلاف تبع يعني عد له حرارة لازم نضيف المي سخنة، أما إذا بدنا نضيف المي باردة لازم نكون فورا نضيف اللحمة باردة، ما بيصير نضيف مي باردة على اللحمة سخنة أبدا. بس تكون اللحمة سخنة وضفتي مي باردة بتمسك اللحمة أكيد. وما عاد تستوي. في كتير أشخاص بيقولوا ما عم يستوي معنا اللحم، أو بتكون اللحمة عم تغلي عنا ونقصها مي أو نشفط ميتها، بنجيب كباية مي باردة ونحطها فوق منها كمان بتمسك اللحمة ما عاد تستوي، بدك تضيفي لها مي سخنة على درجة حرارة اللحمة والمي الموجودة بها. أحيانا في أنواع لحمة هي معروفة أنها قاسية أكثر من الثانية. تماما. في مطريات اللحم بنلاقيها يعني بالسوبر ماركت مكتوب عليها أنها هي مطر اللحم في مكان البهارات. بغض النظر عن المطريات كلياتها، نحن بالمحلات أو بالمطاعم أو بالأوتيلات بنمسك الـ مثل ما بنقول البقر من الراس للأساس. بنضربها. تمام؟ ايه. الفخذ عنا للكب الني حصرا والكباب. ها. عندنا الظهر والفتيله والمتنه والفيلة هي للشقف لانه قطر بنقي كل اكله الى لحمتها، ما بصير انا اخذ شقف من الفخذ قد ما تبلتها وقد ما طريتها بتعلق قاسيه وهي هبره، بنستخدمها للكبه بنستخدمها للكبه النيه بنستخدمها لليخنات للحشوات، اما غير هيك يعني اذا بدنا نطريها بنطريها بحبه كيوي صغيره فيها مضاد اكسده بنطريها بشويه زيت شويه دبس الحر بتطلع عندنا الامور جاهزه. غلي الحليب شايف نرجع للطبخه وضعها لازم نطلع له على كثير واضح غلي الحليب لهيك لازم انا ضعف تحتها تمام باقي بعد ما تكمل شايف المراحل هذوم الكل لانه يعني وقتنا قريب ينتهي تمام هلا رح اعمل البيواز اللي هو بقدونس مع سماء مع بصل مع بندوره رح احطهم بقلب الساندويش مع الحمص بالافوكا ورح ضيف اللحم المسلوقه فوق منه ولفهم وقدم لكم اياهم جميل واحنا حنكون منتظرين بالتاكيد عشان ندوق ونجرب صح؟ صحتين وهنا يعني الفقره كان فيها العديد من النصائح مع انه احنا في تونس عندنا علاقه مش وديه بين لحم وحليب لا أنا كل الأكلات اللي لحم بحليب هلا رح تذوق وتحكم يلا نذوق ونحكم الفقرة كان فيها العديد من النصائح ولكن تبقى نصيحة أخيرة هي نصيحة الشيف بعدها إلى فاصل ثم نعود إلى فقرتنا السياسية الثانية ابقوا معنا
عدنا إليكم من جديد مشاهدينا مرة أخرى. صباح نور سارة. صباحك يا أهلا وسهلا. إلى آخر مستجدات الساعة وتحليل لأبرزها مع الزميلة ليلى البشارة ومع الخبر. شكرا أمين. مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. لقاء مرتقب اليوم بين خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في موسكو. ووكالة أنترفاكس الروسية تقول إن اللقاء قد يتوج بتوقيع اتفاق لوقف النار. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يؤكد في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في طهران أن الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعرب عن غضبه جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة بلد الجوية العراقية التي تتمركز فيها قوات أمريكية. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجري مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده تناولت التوترات الأخيرة في المنطقة وسبل تأمين الملاحة وإمدادات النفط. رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تعرب عن اعتقادها أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ. مشاهدينا إلى جولة الافتتاحيات. إيران الجنازة والحداد هو عنوان افتتاحية المدن لساطع نور الدين. قال الكاتب إن إيران تدافع اليوم عن نفسها وإن الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية في العراق كشفت محدودية القدرة الإيرانية وتجربة لا توحي بأن طهران ستراجع جديا سياساتها الخارجية. الكاتب قال لقرائه إن السكون لا يعني انتهاء العاصفة لم تنسج الأوهام الإيرانية من فراغ. كان ثمة حلفاء عرب ساهموا في تصوير إيران كدولة عظمى هم مدعومون اليوم إلى إثبات تحالفهم. التلفزيون الإيراني ينتظر على أحر من الجمر أخبارهم التي ترفع المعنويات وتخفف من وطأة اللكمة القوية التي تعرضت لها إيران فردت عليها بصفعة خفيفة. افتتاحية اللواء اللبنانية لصلاح السلام بين طمع أهل السياسة وجشع أصحاب المصارف. قال الكاتب إن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لم يجاري أهل السلطة بتوزيع الحقائب لأزلامهم ولذلك يتم البحث في سحب التكليف منه. الكاتب خاطب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري دون تسميته واعتبر عدم قيامه بتصريف الأعمال خطيئة سياسية ووطنية ودستورية. هي أزمة سياسية يزيد من تفاقمها عدم رغبة المصارف في مساعدة لبنان اقتصاديا عملا بمبدأ رد الجميل بعدما حققوها من أرباح في السنوات الماضية. فنرى شحا بالسيولة وقلقا متزايدا للمودعين على أموالهم. وتابع الكاتب بين جشع أهل السياسة وطمع أصحاب المصارف تحولت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين إلى متسولين لأموالهم على أبواب البنوك والأوضاع النقدية والمعيشية تلفظ أنفاسها الأخيرة. في صباح التونسية كتبت حياة السايب في زاوية صباح الخير المستقبل المبني للمجهول. استندت الكاتبة في وضع عنوانها إلى مستقبل مجهول يتهدد تونس بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بجلسة جعلت أعداء الأمس بقدرة قادر أصدقاء. والكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية قيس سعيد إذ عليه أن يختار الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة مع احتمال أن تتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة. وهنا حذرت الكاتبة من نتائج غير مضمونة وأكملت إن المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها من شأنها أن تزيد الوضع تأزما وتفتح الباب على المجهول. أضف إلى ذلك أنها ستنعقد في ظرف استثنائي لا يخلو من التوتر مما يعني أنها يمكن أن لا تأتي بنتائج معقولة بل يمكن أن تكون النتائج كارثية.
مشاهدينا الأنظار مشدودة اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو التي من المرتقب أن يصلها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بالفعل سريانه منذ 24 ساعة بليبيا. اتفاق يأتي تتويجا لتفاهم الرئيسين التركي والروسي وامتدادا لمحادثات دفع بها الجانب الأوروبي بعد زيارة قامت بها المستشارة الألمانية إلى موسكو تزامنا مع مفاوضات أجرها السراج في إيطاليا ويوم أمس في أنقرة. مشاهدينا، ما هي أجواء العاصمة الليبية طرابلس؟ هل يلتزم الطرفان بالهدنة؟ والأساس ماذا نص عليه الاتفاق الروسي التركي حول ليبيا؟ هذا موضوع نقاشنا مع الصحفي عماد الدين بالعيد، هو معنا مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس. أستاذ عماد الدين، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح الخير واهلا بكم بمشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا استاذ عماد الدين. الانظار اذا مشدوده الى العاصمه الروسيه موسكو التي وصلها بالفعل منذ ليل امس اللواء الليبي المتقاعد خليفه حفتر. اليوم يرتقب ان ينتقل السراج من طرابلس الى موسكو العاصمه الروسيه للقاء حفتر برعايه روسيه. بدايه نرصد معكم بالاساس الاجواء الميدانيه، هل يلتزم الطرفان بوقف اطلاق النار الذي بدا سريانه منذ 24 ساعه بليبيا؟ هو للأسف بالأمس أعلنت غرفة العمليات التابعة لحكومة الوفاق تحت اسم عملية بركان الغضب، أعلنت أن قوات تابعة لخليفة حفتر قامت باستهداف عدد من المواقع التابعة لقوات حكومة الوفاق بقذائف الهاون، وتم رد على هذه القذائف ومصدرها من قبل حكومة الوفاق. إذن الهدنة هي في أساسها هشة لأنها مبنية على تواجد قوتين، لا زال كل طرف يحافظ على مواقعه بدون طرف ثالث يقوم بحفظ الأمن أو يراقب هذه الهدنة. بالتالي بقاء الهدنة على هذا الحال أعتقد ستتجدد الاشتباكات إذا استمر عدم وجود قوات خليفة حفتر في أطراف طرابلس وتواجد قوات حكومة الوفاق على بعد عدد من الأمتار ليس ببعيد منها. بالتالي سيكون الوضع دائما قابل للانفجار في أي لحظة. نعم استاذ عماد الدين بالعيد، إذن ما عرضتموه للتو هو وضع ميداني، هدنة هشة، خروقات من قبل الجانبين كما تقولون العاصمة الليبية طرابلس، لكن الأنظار اليوم مشدودة إلى الطرف السياسي. لقاء مرتقب بين حفتر والسراج اليوم بالعاصمة الروسية موسكو يتوج لقاء الرئيسين بالأساس التركي والروسي بالعاصمة التركية أنقرة، تفاهم الزعيمين حول مسودة لحل سياسي بليبيا. كيف تنظرون إلى هذا اللقاء بداية استاذ عماد الدين بالعيد؟ هل يمكن أن يتوج بلقاء الزعيمين؟ ربما يمكن القول هو الثاني بعد لقاء باريس قبل أكثر من أعوام. في الحقيقة هناك نعلم أو قد نتوقع نتائج اللقاء من طبيعة الشخصيات المشاركة وما هي مطالبها. طبعا رئيس المجلس السياسي فايز السراج ذهب هناك للمطالبة بوقف إطلاق النار مقرون بانسحاب القوات التي يصفها بالمعتدي على العاصمة طرابلس إلى مواقعها قبل 4/4 وهو تاريخ الهجوم على العاصمة طرابلس. وخليفة حفتر يريد وقف إطلاق النار مع الحفاظ على المواقع التي يتواجد فيها في تخوم العاصمة طرابلس، وهذا طبعا ما يرفضه المجلس السياسي وبقية القوى السياسية الموجودة في طرابلس ومصراتة وباقي المدن الغرب الليبي. بالتالي المشهد معقد جدا، ولكن نعلم تماما أن روسيا لها الدور في دعم خليفة حفتر، وهذا ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين سابقا في مؤتمر الصحفي مع ميركل المستشارة الألمانية، أن هناك مواطنين روس يشاركون في عمليات قتالية في ليبيا وإن كانوا لا يتبعون الحكومة، ولكن الجميع يعلم أن شركة فاغنر أو غيرها لا تشارك بدون إذن حكومي في عمليات القتال أو النزاع. بالتالي روسيا تملك ورقة ضغط على خليفة حفتر بإجباره على الانسحاب إلى مواقعه قبل الهجوم على العاصمة طرابلس يوم 4/4، وهذا ما يريده تحديدا المجلس السياسي والدول الداعمة لهم منها تركيا وغيرها. نعم، انطلاقا مما قلتموه استاذ عماد الدين بالعيد، صحيفة لوموت قبل قليل تفيد بأنه بالفعل العناصر الأمنية التابعة لشركة فاغنر الأمنية الروسية بدأوا بالانسحاب من الميدان الروسي من الميدان الليبي، عددهم بين 1500 و2000 شخص يدعمون الهجوم الذي يقوم به اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس. ربما هذا يدل على حسن نية إمكانية توصل الطرفين اليوم إلى وقف لإطلاق النار وتوقيعه بالعاصمة الروسية موسكو. بالأساس استاذ، يمكن ان ننظر الى موقف
تركيا وروسيا، بماذا يمكن أن تقبل روسيا بليبيا وعلى ماذا يمكن أن تتنازل روسيا للجانب التركي بليبيا؟ طبعا الجميع يعلم أن ليبيا ليست نفوذ روسي ولم تكن ذلك يوما. ليبيا هي أقرب للنفوذ الأوروبي والأمريكي منذ نشأتها في العصر الحديث، بالتالي تواجد روسيا هو غريب في المشهد الليبي، ودخولها فقط تم عن طريق خليفة حفتر وهو جهة غير شرعية. والولايات المتحدة في السابق عبر بيانات البيت الأبيض أعلنت أنها متوجسة من هذا التواجد والتمدد الروسي في ليبيا وفي شمال أفريقيا تحديدا. بالتالي التواجد الروسي هو مقرون بصفقات تسعى إليها روسيا في ملفات أخرى مع تركيا، سواء كانت في سوريا أو ملف الغاز في البحر المتوسط أو ملف تنقيب على الغاز في البحر المتوسط. أيضا هناك ملفات أخرى مشتركة مع تركيا فيما يتعلق بالأنبوب الذي تم مده الآن من روسيا عبر تركيا لتصدير غاز إلى أوروبا. بالتالي هناك ملفات أخرى يمكن لتركيا أن تتفاوض بها مع روسيا على حساب الملف الليبي، وأعتقد أن التواجد الروسي أساسا يأتي من أجل ذلك، من أجل أن يخلق ورقة تفاوضية جديدة في ملفات أخرى بالنسبة له أهم، وانسحاب بعض العناصر التابعة لشركة فاغنر من خطوط القتال هي بداية جيدة ليشعر خليفة حفتر أن كامل قوته والدعم الذي يتلقاه يمكن أن يسحب منه في لحظات. وهذا أعتقد الرسالة التي وجهتها روسيا إلى خليفة حفتر بسحب بعض عناصرها من شركة فاغنر من خطوط القتال الأمامية. هل تتخوفون أستاذ عماد الدين بالعيد أن يكون اتفاق شبيه لاتفاق الدولتين الروسية والتركية بسوريا، أن يجرى العمل على اتفاق مماثل بالميدان الليبي؟ لم أسمع لوضوح. هل تتخوفون اليوم من أن يكون اتفاق تركيا وروسيا بليبيا شبيه لاتفاق القوتين بسوريا؟ لا، أعتقد أن الوضع يختلف تماما في ليبيا، لأن روسيا في سوريا تدخلت لصالح الحكومة الشرعية وهو النظام السوري الموجود هناك وباتفاقات معلن، وهذا ما يحصل الآن في ليبيا، ولكن على الطرف الآخر هي تركيا تدخلت مع بتوقيع اتفاقيات مع الحكومة التركية مع الحكومة الليبية المجلس الرئاسي باتفاق معلن وتم التصديق عليه من وتم إرساله للتصديق عليه من الأمم المتحدة. بالتالي الوضع يختلف تماما، ولكن طبعا تواجد الروسي بشكل غير شرعي وعن طريق شركات أمنية لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعقد المشهد الليبي أكثر، لأن نعلم تماما أن هناك أيضا دول أخرى متداخلة في دعم خليفة حفتر ومنها مصر والإمارات وكذلك فرنسا الذي قتل عدد من ثلاثة جنود لها سابقا في أحد المهام القتالية في شرق ليبيا. بالتالي المشهد الليبي متعقد جدا، وتركيا وروسيا هما الطرفان الأكبر، ولكن هناك أطراف أخرى متواجدة على الساحة. سؤالي الأخير أستاذ عماد الدين، هل يمكن أن يسمح الجانب الأوروبي التنازل عن نفوذه بليبيا لصالح القوتين التركية والروسية؟ خاصة ليبيا اليوم مهمة جدا، هي تعتبر بوابة للهجرة غير الشرعية التي عصفت بالتكتل الأوروبي قبل 4 أعوام من الآن. بكل تأكيد ليبيا موقعها الاستراتيجي الموجود على جنوب البحر المتوسط وكذلك وجودها جنب دولتين عربيتين ذو ثقل وهما مصر والجزائر، كذلك تواجدها في فيما يتعلق بخارطة تصدير النفط العالمي، فليبيا تصدر حاليا حوالي 1.5 مليون برميل من النفط. كل هذه الملفات بالإضافة إلى الملف التي ذكرته فيما يتعلق بالهجرة يجعل من ليبيا مهمة جدا واستقرارها مهم جدا خصوصا للدول الأوروبية، ولكن أوروبا للأسف خلال الهجوم الذي شنه خليفة حفتر العاصمة طرابلس وقفت موقف المتفرج ولم تحدد موقفها. حتى بعض الدول التي كانت موقعة اتفاقيات مع حكومة اتفاق الوطني تراجعت خطوة للخلف ظنا منها أن خليفة حفتر سيحسم المعركة سريعا ولم ترد أن تظهر في الصورة كداعم للمجلس الرئاسي. أستاذ عماد الدين، بالنسبة للجانب الأمريكي، هذا مع العلم أنه أسبوعية جان أفريك الفرنسية نقلت بعددها يوم أمس أنه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ووزير داخلية حكومة الوفاق التقوا مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بروما يوم الخميس الماضي. كيف تنظرون للموقف الأمريكي الغامض حول ليبيا؟
هو الموقف الأمريكي يبدو أنه مشغول بملفات أخرى، نعلم تماما ملفات أخرى أهم بالنسبة له من الملف الليبي، لذلك قد يكون أوكل إدارة الملف الليبي لحلفائه في المنطقة، أتحدث عن إيطاليا وفرنسا وطبعا تركيا، ولكن الموقف الإيطالي والفرنسي لم يكن واضح في البداية. فرنسا كانت مشاركة في دعم خليفة حفتر، ووجدت بقايا أسلحة لقواتها متواجدة في مدينة غريان التي كان يسيطر عليها خليفة حفتر قبل أن تدخل حكومة الوفاق، وقالت فرنسا أن هناك كتيبة كانت تتواجد هناك لدعم خليفة حفتر في مجال مكافحة الإرهاب. أيضا إيطاليا كانت لديها اتفاقيات وحتى لديها عدد من الجنود المتواجدين على شكل مستشفى عسكري في مدينة مصراتة، ولكن هجوم خليفة حفتر المفاجئ ونسفه للعملية السياسية جعل من إيطاليا تأخذ خطوة للخلف، ظنا منها أن مصالحها ستكون مهددة في حالة دخول خليفة حفتر للعاصمة طرابلس. بالتالي الموقف الأوروبي هو يعكس الموقف الأمريكي، موقف مرتبك، موقف غير واضح خلال الفترة الماضية، ولكن الآن أصبح الرتم وأداء الموقف الأوروبي في تصاعد. أستاذ عماد الدين، على كل حال بعد دخول تركيا على الخط، على كل حال الجانب الأوروبي سيعتبر انطلاقة اللقاء اليوم بالعاصمة الروسية موسكو بوابة لمؤتمر السلام، مؤتمر برلين حول ليبيا الذي تعمل ألمانيا على عقده بآخر يناير كانون الثاني الحالي. أستاذ عماد الدين بالعيد الصحفي الليبي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا لك. شكرا أستاذ عماد الدين. مشاهدينا لم يتبقى لنا سوى شكركم أنتم على حسن المتابعة والإصغاء. الآن نعود إلى أمين والسارة. المشاهدين، ومن أخبار السياسة إلى أخبار الرياضة مع الزميل محمد غمروش وضيفه الذي بات جاهزا الآن، إليك محمد. شكرا سارة، شكرا أمين. صباح النور أستاذ بلال. صباح الخير لك، صباح الخير لكافة المشاهدين. شكرا، صباح النور مشاهدينا. اليوم قبل الحديث عن موضوع الحوار الذي نطلقه حول عودة الدوري اللبناني، نشاهد تقرير لأهم الأحداث الكروية التي كانت مليئة بالأحداث هذا الأسبوع سويا في هذا التقرير. حسم ليفربول قمة الجولة الماضية من البريمير ليج بالتغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف نظيف، وسجل هدف الريدز الوحيد روبرتو فيرمينيو في الدقيقة 37، وبهذا الانتصار عزز ليفربول موقعه في الصدارة رافعا رصيده إلى 61 نقطة. اكتسح مانشستر سيتي مضيفه أستون فيلا بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك مساء أمس الأحد، وسجل سداسية مانشستر سيتي كل من جابرييل خيسوس وثنائية لرياض محرز، إضافة إلى ثلاثية سيرجيو أغويرو الذي صار الأجنبي الأكثر تسجيلا في تاريخ البريمير ليج متخطيا تياري أونري. توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، والتي انتهت بأربعة ركلات مقابل ركلة واحدة لكتيبة سيميوني، وجاء التتويج بعد مباراة ملحمية انتهت بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية. انتزع يوفنتوس فوزا صعبا من ميدان مستضيفه روما بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأولمبيكو ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وحسمت التفاصيل الصغيرة فوز اليوفي وانفراده بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو. يعني هذه الأخبار الأوروبية ترجعنا إلى شوق لمشاهدة الدوري اللبناني، خاصة بعد توقف بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية وهو أثره يذهب إلى أيضا دوري كرة السلة، ولكن يبدو يمكن اليوم السؤال المطروح، هل عاد الدوري اللبناني؟ نعم، يعني بعد ما خاض العصير وأخذ وجذب خلال مرحلة التوقف الدوري منذ انطلاق الانتفاضة في تشرين الماضي، الاتحاد اللبناني أخذ القرار الجريء وأعلن عن عودة النشاط الرياضي الكروي في لبنان، ولكن هذه العودة جاءت ضمن شروط جديدة.
المرحلة المتبقية من عمر الدوري لا تسمح بتكملة الدوري العام، ولذلك قام الاتحاد اللبناني بإطلاق بطولة جديدة، بطولة للدوري اللبناني بنظام جديد، وكان قد ألغى كل نتائج المباريات التي حصلت في الدوري اللبناني منذ انطلاقته السنة الماضية، وأعلن عن وحدد موعد في 15 فبراير القادم لانطلاق الدوري الجديد. ولكن ما هي الأنظمة التي وضعها الاتحاد اللبناني لهذه المشاركة؟ أولا الاتحاد اللبناني خير الأندية التي ترغب بالمشاركة، وهذا القرار جريء جدا أيضا، وهذه المرة الأولى التي تحصل، وذلك نظرا لظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية وكل ما تمر به البلاد من أحداث، خير الأندية في بالمشاركة. هذا القرار الأول. القرار الثاني أيضا ألغى نظام اللاعبين الأجانب على الأندية التي ستشارك في الدوري أن تلعب من دون اللاعبين الأجانب، وهذا طبعا هؤلاء المحترفين، وهذا أيضا سيعطي فرصة كبيرة للشباب اللبناني وللاعبين اللبناني، هذا برأيي الشخصي، وسوف نشاهد مواهب جديدة على الساحة الكروية اللبنانية. ولكن هناك نقطة واحدة أيضا سيتأثر بها ناديي الأنصار والعهد بسبب مشاركتهما في كأس الاتحاد الآسيوي، ولديهم وكل فريق لديه 3 لاعبين أجانب لا يستطيعون أن يشاركوا في بطولة الدوري، ولكنهم سيكونوا مع الفريقين في التحضيرات إلى للبطولة الآسيوية، وهذا يعني سوف يعني يكون نقطة ضعف لهؤلاء اللاعبين لأنهم لن يشاركوا في المباريات الرسمية ويحتكوا ويكون لديهم الاحتكاك الرسمي. طبعا كان هناك عدة اعتراضات على هذه التسمية للدوري اللبناني بنظامها الجديد، وأحد الأندية التي اعترضت على ما أطلقه وما أعلنه الاتحاد اللبناني هو نادي النجمة الرياضي، الذي اعترض على إلغاء نتائج المباريات السابقة، وخاصة بأنه كان قد فاز في أول مباراتين، واعتبر رئيس النادي أن هاتين المباراتين كلفتا النادي مبالغ طائلة من معاشات ومكافآت الفوز، وطبعا معاشات اللاعبين والمدرب الأجنبي الذي كان موجودا، كل هذه يعني هاتان المباراتان كلفتا خزينة النادي مبالغ طائلة، خاصة أيضا أن النجمة كان تصدر، ولكن يعني كان الاتحاد ينوي بتكملة الدوري من مرحلة واحدة، ولكن أي تعديل على بطولة قد بدأت بالنظام الداخلي للاتحاد لا يحق للاتحاد بتعديل بإجراء أي تعديل على بطولة قد بدأت، وكان الاتحاد سيواجه باعتراض من نادي الأنصار الذي بعث بكتاب إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم وحذره من إجراء أي تعديل على البطولة الحالية لأن ذلك مخالف للقوانين، وأجبره على أن يبدأ ببطولة جديدة، وطبعا وخيره بالبدء ببطولة جديدة أو إلغاء بطولة الدوري، لأن أي تعديل على نظام على بطولة قد بدأت فهذا مخالف للقوانين الاتحاد اللبناني، وهنا اضطر الاتحاد اللبناني إلى إلغاء كل النتائج السابقة وإطلاق بطولة جديدة. طبعا اعترض حتى الآن النادي النجمة لم يعلن عن نيته بالمشاركة في هذه البطولة، وأعتقد أن هناك محاولة لثنيه عن قراره بعدم المشاركة لأن البطولة تحتاج إلى نادي النجمة الذي يملك أكبر قاعدة جماهيرية في لبنان. هناك ناديان حتى الآن أعلنا وبصراحة أنه لن يشاركا في هذه البطولة، هما ناديي السلام الزغرتة الذي اعتبر أن الأمور الاقتصادية والاجتماعية أهم متابعتها أهم من متابعة كرة القدم وصرف أموال على هذه اللعبة، في حين أن هناك يعني من الرعية الموجودة في منطقة زغرتة من يحتاج إلى القوت اليومي، وأيضا نادي التضامن الصور الذي كان أيضا الذي عانى أيضا هو قبل بدء يعني الانتفاضة كان يعاني ماديا وزادت معاناته، فأنه أيضا لن يشارك في هذه البطولة. حتى الآن هناك 10 أندية عليها أن تعلن خلال 10 أيام عن نيتها في المشاركة. أعتقد أن يعني بطولة الدوري ستنطلق بين 8 إلى 10 أندية على أقصى حد. هذا يقودنا إلى النقطة الثانية، الموضوع الاقتصادي. هل السؤال الأهم اليوم في ظل هذه الأزمة، هل سيعود أو تعود هذه المسابقة أولا بمردود اقتصادي على الأندية المشاركة، ثانيا هل تعاون الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع الاتحادات الدولية الرسمية بشأن هذه البطولة؟
يعني كان الاتحاد اللبناني قد أرسل كتاب إلى الاتحاد الدولي لأخذ رأيه بموضوع إنهاء عقود اللاعبين الأجانب، لأن موضوع عقود اللاعبين الأجانب والذين لديهم عقود مع أنديتهم هذا موضوع شائك جدا. ولكن الاتحاد الدولي رد برسالة أخرى بأن الاتحاد اللبناني هو من يحدد، هو من يعني يستطيع أن يقيم المرحلة وما يحصل على أرض الواقع. واعتبر الاتحاد اللبناني أن الأمور القاهرة الموجودة الآن في لبنان من الموضوع المادي، يعني فلا أحد يستطيع أن يذهب إلى البنك ويسحب أموال. فكيف الأندية تستطيع أن تدفع بالدولار رواتب اللاعبين؟ فهذا موضوع قاهر، يعني الأندية ليس باستطاعتها أن تفعل أي شيء. فلذلك هنا أصبحت حل المشكلة سهل جدا. أما الموضوع المادي، العوائد المادية طبعا ستكون ضئيلة جدا. أولا نظرا لأن القناة الناقلة والتي تدفع حقوق إلى الأندية المشاركة، طبعا هناك الراعي الرسمي للقناة الناقلة وهي أحد شركات الاتصالات، كانت سحبت رعايتها، وهذا ما سيؤثر على المبالغ التي سوف تدفعها القناة الناقلة إلى الاتحاد، ومن ثم ما سيدفعه الاتحاد إلى الأندية. كذلك الأمر أن موضوع الجمهور هو معظم عوائد الأندية هي تأتي من المداخيل الجمهور، وطبعا هناك مباريات حساسة وهي التي ستكون ذات طابع جماهيري، سوف يقوم القوى الأمنية بمنع الجماهير من هذه المباريات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في هذه اللحظة. ومن هنا فإن يعني العوائد المادية ستكون ضئيلة جدا، وخاصة أيضا في ظل عدم وجود شركات راعية ورعاة رسميين لكل الأندية. طبعا الدوري اللبناني هو دوري هواة وليس دوري محترف، ومعظم الأندية هي تدفع من جيبها الخاص وليس لديها مداخيل مادية لتصرفها على اللعبة. صحيح. النقطة الأخيرة وبسرعة، نادي العهد كان قد حقق كأس شرق آسيا، الاتحاد الآسيوي، وهو بطولة آسيوية هامة، وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان الذي يحقق فريق لبناني هذا النوع من الاستحقاق الآسيوي. هذه البطولة اليوم، هل بطبيعة الحال ما حصل في الدوري اللبناني عاد سلبا على فريق العهد؟ ماذا سيكون موقف الاتحاد الآسيوي في مستقبلا حول مشاركة، أولا تطوير الدوري اللبناني، مشاركة العهد الآسيوية أكثر، ولربما الحفاظ على لقب الحصول عليه مرة ثانية؟ هذا الدوري هل سيخدم النسخة الجديدة التي نتحدث عنها، هل ستخدم نادي العهد؟ نعم، أود أن أشير هنا بأن هناك ناديان الآن يشاركان في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بنظامها الجديد، هما ناديي الأنصار والعهد كما ذكرت في بداية الحديث. ما قام بها الاتحاد اللبناني اليوم هو محاولة لإنقاذ الدوري وإنقاذ الموسم بعد أن وجد الاتحاد اللبناني نفسه أمام الجمعية العمومية الاستثنائية التي كان قد أقيمت منذ حوالي أسبوعين. يعني كل الأندية أو الأغلبية الأندية 99% من الأندية تريد إنهاء الموسم وإلغاء الدوري، صحيح، ولا تريد المشاركة في أي بطولة رياضية. وهذا ما يعني ما واجهه الاتحاد اللبناني، وكان على الاتحاد اللبناني أن يجد صيغة ملائمة لعودة النشاط. وأهم صيغة في هذه أيضا فأن الاتحاد اللبناني ألغى صيغة الهبوط، نظام الهبوط، ولذلك خير الأندية، فمن لا يريد أن يشارك يعني لن يصار إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية، وهذه هي يعني إحدى الأمور التي أعادت النشاط الكروي اللبناني. صحيح. نأمل بأن تكون هذه المسابقة خير على كرة القدم اللبنانية، خاصة كما ذكرنا في ظل اللقب الهام الذي حققه فريق لبناني. بدي أشكرك أستاذ بلال على حضورك معنا، وأشكر المشاهدين على حسن المتابعة. عودة إلى زميلي أمين وسارة. شكرا لك محمد غبلوش، شكرا أيضا لضيفك الكريم. شكرا. منورين اليوم، واحنا مش حكيوا على كلمة نور هكا ولا؟ خلينا نتعرف إلى القصة الكاملة لكلمة نور.
شكرا لك نور سكس سيفن. يعني في صباح النور وفي نور مساعد المخرج ونور الشيف ونور أخصائية التغذية قدم النور طبعا بالتأكيد أنا برشا نور أنا موجود إن شاء الله ديما منوري إن شاء الله. بالآن إلى خبر اليوم وخبر اليوم مع أمين. خبر اليوم مشاهدينا عن كلمة كما قصة كلمة اليوم باش تعرفوا عن كلمة منين اتخلقت وهي كلمة الهاشتاج الأداة الأكثر تأثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي. هل سألتم يوما من اخترعها وكيف؟ تعرف سارة؟ نعرف منك يلا مالا خلينا نتعرفوا. في خبرنا اليوم مشاهدينا نعود بكم إلى سنة 2007 بعد سنة من إطلاق موقع تويتر حين خطر ببال أحد مستخدمي أن يخترع طريقة تسهل عمليات البحث بوضع هذا الرمز أمام كلمة أو عبارة لتصنيف المحادثات حسب الموضوع. إذن صاحب الفكرة هو كريس ميسينا مهندس تصميم المنتجات ومدير شركة استشارات عبر الإنترنت في سيليكون فالي الشهيرة الذي كتب أول تغريدة مع رمز الشباك في أغسطس 2007 وطلب من متابعيه إبداء رأيهم بالفكرة. والتغريدة اللي وصلت إلى أكثر من 10,000 إعجاب وحوالي 5,000 إعادة تغريد بعد 13 عاما. هذه هي التغريدة سارة. هذه أول تغريدة حملت طبعا رمز الهاشتاج. والجدير بالذكر أن الفكرة في البداية لم تعجب أحد مؤسسي تويتر هو بيز ستون حينما اقترحت عليه واعتبرها غريبة ولم يعطي أهمية كبرى نظرا لأن وقتها كان مشغول بإصلاح خلل فني كان يعاني منه الموقع حينها. لكن كريس استمر في اختبار الهاشتاجز المختلفة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أكتوبر 2007 أقنع صديقا له باستخدام هاشتاج في تغريدة عن حريق وقع في مدينة سان دييغو وسرعان ما تبعه في ذلك مستخدمو تويتر بهدف تتبع أخبار الحريق. وعمل المهندس الشاب على إقناع الشركات التي تطور برامجا لتويتر بإنشاء برامج تدعم استخدام الهاشتاج. وأخيرا بعد انتشارها بين مستخدميها اقتنعت تويتر بالفكرة وأضافت خاصية البحث في 2009 ومنذ ذلك الحين انتشرت الهاشتاجز على تويتر وامتدت إلى كل منصات التواصل الاجتماعي. وأكثر هاشتاج شيوعا في العالم الآن على كل المنصات هو لوف أو حب الذي يصل إلى أكثر من 1.7 مليار بين صور وتعليقات ومنشورات أيضا. يعني أمين يمكن اللي خلاني أفكر في الخبر أنه في كم كريس في العالم عندهم أفكار تقابل بالرفض لسبب أو لآخر وهي أفكار ناجحة جدا جدا ولكن إصراره على أنه لا يروج للفكرة اللي هو كان عارف ومؤمن بها أنها هي ناجحة وخلته يوصل. فيمكن هي رسالة من خلال خبر اليوم أنه إذا أي واحد من المشاهدين عنده فكرة صغيرة وقبلت بالرفض أو قبلت ربما بأنه بالتدفيه أحيانا يخليه وراء حلمه ممكن في يوم من الأيام يكون مثل بطبيعة فكرة الحال. هذا اللي خلى كريس على فكرة مثال موجود. كريس يوميا يكون يطلع من الناس اللي يحكي على ساكس ستوري أو قصة نجاحه في العالم شارك في عدة تظاهرات منها تظاهرة التيدكس الشهيرة وعرفوه الناس الكل في العالم أنه مخترع الهاشتاج مع أنه هو مهندس عادي ولكن خطرت بباله فكرة خليته الآن طبعا من أكثر الناس اللي تحدثوا عليهم كي نقولوا هاشتاج نقولوا كريس. بعض الناس ما تعرفش ولكن الخبر بدأ يتروج الآن ورجعنا وتعرفنا عليه. شكرا لك يا سارة. مشاهدينا بعد الهاشتاج انتم ابقوا معنا وتابعونا في صباح النور طبعا من خلال هاشتاج صباح النور او من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتلفزيون العربي. سؤالنا مشاهدينا طبعا ما ننساوش نذكروكم انه اليوم باش نتحدثوا عن دور الاصدقاء في حياة الزوجين. الموضوع بالتفاصيل في نهاية برنامجنا اليوم ولكن الان فاصل ونتابع انتظرونا. صباح النور مشاهدينا من جديد. صباح النور أمين. صباح الورد. صباح النور. ربما يعتبر البعض أنه لا يمكن العيش بلا أصدقاء والبعض الآخر يرى أنه الحياة أفضل من دونهم. هو قرار فردي وشخصي ولكن ماذا عن وجود الأصدقاء في حياة الزوجين حيث أصبح القرار
ثنائيا. ما دور الأصدقاء في بناء أو هدم بيت الزوجية وأين الخطوط الحمراء؟ أسئلة تجيبون عنها الاختصاصية في علم النفس العيادي دكتور كارين إيليا. صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا. شكرا. عنا مدة ما شفناك شو عام. صحيح. اشتقت لكم. وإحنا أكثر يعيشك دكتور. إذا أنت لاقا من هالمقدمة اللي حكيناها يعني رأي الشريك بوجود الأصدقاء في حياته قد يكون إيجابي قد يكون سلبي ولكن قد يأثر عن العلاقة مش حتى بعد الزواج يكون حتى في فترة الخطوبة أو صحيح. فترة التعارف صحيح الزوجين وقت يكون كل شخص جاي من بيئة مختلفة ومن مكان مختلف كل شخص في عنده قناعاته معينة في أشخاص وبطبيعة الشخصية ما بيقدروا يعيشوا لحالهم بحاجة لأصدقاء وفي منهم بيكون عندهم حاجة لأصدقاء كتار لهالسبب بتلوق عندهم أنتيم كتير أشخاص أنتيم 3-4 أشخاص الشريك يمكن عنده صديق واحد بيوثق فيه بيحكي له بفش خلقه وقت يكون مزعوج أو ما عنده حدا هلأ وقت يصيروا ثنائي يعني بعلاقة ثنائية داخل بيت واحد القرار بده يتاخذ بشكل معتدل يعني إذا أنا بحس بضغط كبير بوجود أصدقاء شريكي حولي أنا ما بقدر أمنع شريكي من وجودهم لأنه أنا بكون عم شيل شقفة منه من طباعه ومن شخصيته ولكن إذا مني قادرة أتقبلهم شريكي في جزء من المساومة بده يعملها باتجاهي لهالسبب بيصير في تعديل بيصير في حديث حوار حول الأصدقاء حول أنا ليش عم برفض هالأصدقاء؟ ليش أنا بخاف منهم؟ أو ليش أنا بحاجة لهالقد يكون في حد أصدقاء؟ وبيوصلوا لهالحل الوسطي مثل ما ذكرته منذ بداية العلاقة الزوجية. يعني الفرضية خلينا نقول الفرضية السائدة أكثر هو وجود الأصدقاء. يرى البعض أنها ظاهرة يعني هو أمر صحي اللي هو مفروض أنه أمر صحي في بعض الأحيان قد تحصل أشياء حنتحدث عنها ولكن في حالة فرضية وجود الأصدقاء ما هي الإيجابية هنا التي تعود على الزوجين؟ لكن الأصدقاء هي سيف ذو حدين بحياة الأشخاص لهالسبب تقدر دخل أصدقاء على حياتي أولا ثم على حياتي الثنائية أنا بدي أكون على قدر من النضج كافي لأعرف زين وجود هالأصدقاء وأعرف حجم تدخلهم وقديش بدي أعطيهم مساحة بحياتي إذا أنا قادر كون عندي هالوعي الكافي وجودهم بحياتي نعمة وحاجة ضرورية لأنه مثل ما نحن منقول أنه الأشخاص والثنائيات لحتى يقدروا يكبروا ينموا ينضجوا يتطوروا هن بحاجة لوجود الناس حواليهم لأنه ما فيك تنمى وتكبر بلا البيئة المحيطة كلها بس هيدي البيئة خيارك لها هو اللي بيحدد اتجاه اللي انت رايح فيه لهالسبب كتير مهم انا فكر هود الاشخاص اللي عم فوتهم على حياتي انا قديش بدي اياهم يكونوا موجودين بحياتي وقديش بدي اسمح يخرقوا الخصوصية بيني وبين شريكي نحن سألنا الشارع اللبناني الشارع التونسي عن الموضوع بالإضافة أيضا للمشاهدين اللي من أول بداية برنامجنا اليوم كانوا يبعثونا في رسائل خلينا نتابع رأيهم ونعود لمواصلة الحديث إيجابي إذا صديق بمثابة خي بمثابة مرشد لاثنين بمثابة علاقة أخوية عائلية علاقة متجردة من أي خلفيات معينة لا أكيد إيجابي أنا أكيد أنا حلو واحد يضل منفتح على الغير ويضل يحكي مع الغير وعلى تواصل مع رفقاته خاصة اللي صار له علاقة قديمة معه بس أكيد كل شيء ضمن حدود لازمك تعيش أنت ومرتك وفاميلتك من غير أصحاب ما تدخل حتى واحد لدارك وما عادش فما أصحاب في تونس لا أكيد إيجابي لازم يكون في عندهم أصدقاء سلبي 100% سلبي أي راجل يدخل ما بينك انت ومرتك ولا اصدقائك ويفرقوا معناها كيفاش نقولوها ما يخليش العلاقه تستمر صراحه سلبي وايجابي بنفس الوقت سلبي ممكن يكونوا رفقاتك انه مش يعني ما يتفهموا جوزك بقلب البيت وهيك ويمكن يكون ايجابي بيساعدوك بكثير قصص بقلب بيتك انا يعني راه عنده تاثير سلبي خاطر الفي متاع كوبل بخيفي لا كثير كثير ايجابي
سمعنا رأي الشارع العربي وسمعنا رأيهم أنه فما ناس تؤيد وفما ناس تعارض، ولكن هي في حد ذاتها فكرة، يعني نعطيك أنا بعض المثال أو حتى يمكن تجارب شخصية شفتها من أصدقائي، معناها أنه البعض يرفض رفضا قاطعا أنه الشريك يتدخل في أصدقائه في اختيارهم أو حتى في وجودهم من عدم. صحيح، هيدا الشغلة بتكون مرتبطة بشغلتين. أولا طبيعة الشخصية يلي بتخليه يكون غيور كتير وبيشك كتير وما بيوثق بالآخرين وما بيحب الناس تكون قريبة، والشق الثاني هو الاختبارات السابقة، والاختبارات السابقة هي كتير بتلعب دور بأنا إذا بسمح أو ما بسمح أو بقبل شغلة أو برفضها. لهالسبب أحيانا كتير يمكن أنا اختباري مع شريك سابق كانت أنه أصدقائه خربوا لنا العلاقة أو أصدقائه كانوا أصدقاء سوء جروه على مطرح مش حلو، أو إذا أنا عم براقب عن بعد وبشوف انه في غيرة بين شريكي وصديقه او صديقه منه حقيقي ولكن شريكي هيدي الشغلة غايبة عن عينه، انا هون بتدخل وبعطي هالقرار بعطي هالرأي بصير عندي هالمشكلة. وبس يبلشوا الثنائي يتخانقوا على هيدا النقاط هي لانه صاحب العلاقة ما عم بيشوف هيدا البعد يلي شريكه عم بيشوف فيه. لهالسبب وجود الأصدقاء بالعلاقة الثنائية هي كتير اختبار شخصي سوبجكتيف، ما بيقدر يكون اختبار أنه نعمل تعميم ونحط ليستة شروط، هيدي هي بتكون موجودة بكل الثنائيات بين كل العلاقات. ولكن كرن إذا فكرنا في النتائج، دراسات أمريكية تقول أن 40% من حالات الطلاق من وراء الأصدقاء، أو يعني هنا أحيان في بعض الأحيان يكون هناك أيضا أصدقاء سوء، يعني في أصدقاء هم كمان خرابين. بس كمان هون خليني ما أرجع عمم، لأنه نحن إذا عم نقول 40% بركي عم نحكي أكثر عن بيئة معينة أو شيء، ولكن إذا بدي أحكي هون على اختبارات الانفصال بلبنان وأنا بشتغل مع المحاكم بالمجال الطلاق، مش الصداقات هي يلي بتحدد طلاقات، ولكن في بعض الانفصالات الصداقة بيكون لها سبب. هلأ بالبيئة الأمريكية فيها تكون متعلقة بالبيئة بطبيعة الصداقات وطبيعة العلاقات، وخصوصا أنه الأصدقاء أحيانا بيتعروا من الداخل كليا قدام الأصدقاء التانيين. لهالسبب أي غلطة أي خسارة بتكون حازمة جدا، يعني بتكون خسارة ما فيها رجعة لورا. ولكن في بعض العلاقات وهيدي نحن دايما بننصح فيها، قد ما نكون أصدقاء وفرحانين مع الشخص وبنوثق فيه، في خطوط لازم نتركها دايما بالعلاقة مع الآخر. أولا لنترك ديمومة لهالعلاقة، ثانيا لنترك صحة بالعلاقة بيناتنا، وثالثا حتى الشريك ما نعمل له أزمة بوجود هالأشخاص. نعم، يعني احنا عندنا مشاركات عبر الواتساب وصلت، هي بس ما وصلت عندنا في الأجهزة. نعم. لأن ما في، ولكن البروديوسر حتقولنا عليها. الجنة من فلسطين، نعم، بتقول أن الأصدقاء جيدين، هي كانت في وجهة نظرها، ولكن الاختلاط الزائد هو المخيف. هون عم نرجع نقول انه الاختبار الشخصي هو يلي بحدد هيدا القرار، يعني هي انطلاقا من اختبارها الشخصي عم توصف الواقع. اذا شخصيه تانية صديقتها خربت لها حياتها رح يكون موقفها مختلف، او رجل صديقه خرب له حياته موقفه ورايه رح يكون مختلف. لهالسبب الاعتدال هو سيد الموقف بكل شيء بالعلاقات، ووجود الأصدقاء ووجود الأصحاب، وتحديدا ضروري يفهموها الشريكين أنه إذا عندك أنت أصدقائك كشريكة أنا مني ملزمة يصيروا أصدقائي، بقدر أقبل فيهم، ولكن هودي أنا ما بتبنى صداقتهم إذا ما حبيتهم ما ارتحت لهم ما عجبوني. أنا عندي أصدقائي يلي عندي معاييري الخاصة على أساسهم أنا بنتقي أصدقائي ليكونوا قراب مني. ولكن بنفس الوقت بنرجع منقول وقتك اختار كون بعلاقة ثنائية، الأولوية للعلاقة مش للأصدقاء، هم بيجوا ليكملوا ويكبروا العلاقة. صحيح. مش بيجوا ليأسسوا العلاقة أو ينجحوها.
هذا الإجابة تتقابل مع سهيد من الأردن اللي يقول أن وجود الأصدقاء يخرب البيت ويخرب العلاقة الزوجية أحياناً سلبية كبيرة. أحياناً إيه، لأنه في كتير أشخاص بشوفهم بالعيادة وغيره عنده ثقة مطلقة بصديقه لدرجة أنه بيتركه يجي على بيته ساعة اللي بده، بيتصل عليهم ساعة اللي بدهم، بيجي ساعة، يعني ما في حدود، وهو الصديق سامح لنفسه يخرق الخصوصية. وصلوا لمطرح صار في مشاكل كتير ثنائية، الزوجة ما عادت قادرة هيك تضبط علاقة زوجها بصديقه، والصديق كان سبب لمشاكل كبيرة بين الاثنين. لهالسبب نحن منحدد قديش بدنا نعطي مجال للأصدقاء يخرقوا حرمة البيت وحرمة العلاقة الثنائية. إذن الاختصاصية في علم النفس العيادة دكتور كارن إلية، شكرا جزيلا. شكرا لك. وكما تفضلتي هي في الآخر حدود، صحيح، إذا وضعت الحدود الصحيحة انتهى الموضوع. صحيح. شكرا جزيلا لوجودك. شكرا لك كارن. شكرا لك. إذن موضوع الحساسية، مشاهدينا، إذا كانت حساسية الطعام هي استجابة غير طبيعية يقوم بها الجهاز المناعي في الجسم عند تناول طعام معين أو نوع معين من الأطعمة، فإن الحساسية النفسية والعاطفية هي ردة فعل على نظرة كلمة معينة قد تنقل الشخص المعني من حالة الضحك والفرح إلى البكاء والحزن. والحساسية المفرطة يا سارة التي نضيء عليها اليوم في يومها العالمي مع الأخصائية في العلاج النفسي دكتورة منال البلوشي مباشرة من تونس. دكتورة منال، صباح النور. صباح الخير أيمن، صباح الخير سارة، صباح الخير جميع مشاهدين قناة العربية. شكرا لك دكتور منال. إذن قبل أن نغوص في تفاصيل الحساسية المفرطة، لماذا خصص لها يوم عالمي؟ اليوم العالمي للحساسية المفرطة يعتبر حاجة جديدة صارت عم ناول عام 2009 وسنة هو اليوم العالمي الثاني للحساسية المفرطة. علاش تعمل اليوم العالمي هذايا؟ باش يساعد العباد الناس انه هي تتعرف اكثر على الحساسيه المفرطه هذه، باش يساعد المعلمين، القاده، العائلات، ان هما يتفهموا اطفالهم او موظفينهم اللي عانيهم من الحساسيه المفرطه. باهي دكتور منال، يقال انه المفرطي الحساسيه غالبا ما يكونوا صادقين في علاقاتهم ويتمتعوا بقدره فطريه على تفهم شخصيه الاخرين، هل هذا صحيح؟ وكيف يمكن معرفه سمات شخصيه الناس اللي عندها هالحساسيه المفرطه؟ اول شيء الحساسيه المفرطه هي مش مرض، هي خاصية جينية. إنه الجهاز العصبي للناس اللي عندهم حساسية مفرطة بيكون شديد التفاعل مع المؤثرات الخارجية، فيكون عندهم عمق معالجة وبيكون عندهم تعاطف شديد وحساسية حتى المؤثرات الدقيقة. التعاطف الشديد اللي عندهم هذا ينجم يكون رصيد حقيقي في حالات عديدة أو علاقات معينة، كما نجم يكون يحمل مساوئ وعيوب. لأنه اللي بيعاني من الحساسية المفرطة يعني بيتفهم الآخر، بيقدر يحط نفسه مكان شخص الآخر. فهي ميزة من حيث أنه يعني بيحس بالآخر، لكن المساوئ إن هو يتصور إنه هي خاصية عند كل الناس. نعم. حلو. هل يمكن إنه نعتبرهم دكتور منال اللي هم أشخاص، يمكن اعتبارهم اللي هم أشخاص غير واثقين بأنفسهم؟ دكتور منال. فهو ممكن تقول إنه نعم معك أيمن، فهو ممكن تكون إنه في خلط عند الناس بين الانطواء والخجل والحساسية المفرطة، فهم مش أناس مش واثقين في أنفسهم، لكن تقدر تقول إنه
مش مشكلة دكتور، نسمع فيك نسمع فيك دكتور، خذ راحتك وخذ وقتك، وحتى لو هناك بعض العبارات بلغة أخرى مش مشكل معني. كان مشكلة صوت فأنا ما كنت بسمع فيك أيضا. لا 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 نسمع فيك نسمع فيك دكتور. أيضا في مشكلة في بين التعبير طيب منيح. فقلنا مشكلة انعدام الثقة بالنسبة للإنسان اللي عندهم إفراط في الحساسية. فما أنهم بيحطوا نفسهم مكان شخص تاني فيتصوروا شو الشخص بيفكر عنهم. فهذا هو جميل. خلينا ننتقل إلى آخر سؤال. ألا يمكن أن يفهم الشخص مفرط الحساسية كلام الآخرين أو التصرفات معه بطريقة خاطئة؟ يمكن أنه توصل له الفكرة غالطة شوي؟ بما أنه هذا الشخص يحط نفسه مكان الآخر فهو ممكن يتقبل وجهة نظر الآخر أيضا فيترك وجهة نظره الأساسية رغم أنه هي تكون في مصلحته، وبالتالي في طريقته في التعامل مع الناس بيصير مشكلات عديدة. يعني بتمثله إرهاق شديد، إرهاق مستمر. حلو جميل. إذن الإخصائية فيها العلاج النفسي دكتورة منال البلوشي، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من تونس يعيشك، شكرا لك. مشاهدينا إلى محطة طبق اليوم مع الشيف راسم والساندويتش اللي جاهز. طيب احنا وصلنا للمطبخ شيف وسندوتشاتنا جاهزة. أنا أفتكر أنه اللي هناك تبع صح الكبير شوية. صحيح. نرجع نذكر المشاهدين بالطبق اللي عملناه بسرعة بسرعة. اليوم عملنا لحمة طهيناها بدل المي بالحليب مع قشر بردقان مع ورق غار فقط لا غير، مع شوية بصل. أول شيء نسفنا اللحمة وضفنا الحليب وضفنا الباقي العطرية لحتى استوت اللحمة. جميل. بس الفكرة أنه لازم تكون على كثير نار هادية لمدة ساعتين. عملنا الحمص بالأفوكا، حمص منقوع مسلوق، طحنته مع سن ثوم صغير لحتى يعطيني نكهة طيبة، مع حبة أفوكا وعصير حامض ومعلقة لبنة ليعطيني كمان طعم حامض. وتعاملنا معها كصلصة للساندويتش. تماما. وعملت كمان البيواز اللي ما عرفه أمين ولا هو ولا أنت اللي هو عبارة عن بقدونس وبصل وسماء، وضفت له شوية بندورة وطلعت نتيجة الأطباق بهيدا الشكل. جميلة. بشو بدك تبلش؟ أنا بالفلفل. بالفلفل. أهلا وسهلا. وأنا بالسندوتشات. أنت حصتك الكبيرة. مظبوط. صحيح. معناها سارة حصتها كبيرة، معناها احنا ليه؟ ما انا جبت يعني الاول اذا حصت انا قدمتهم بكذا طريقة فينك تقدمهم هيك هيك. خلص نقطع بالنص يا امين، ما في مشكلة ما في مشكلة. اذا مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، شكرا لحسن المتابعة، نتمنى لكم بقية نهار ممتع مع بقية برامج التلفزيون العربي. شكرا سارة، شكرا شيف، وشكرا الى كل الفريق، ونلتقي غدا في تمام الساعة 9 بتوقيت القدس. الى اللقاء.